عندك الايه الحاجات اللي معاك، الحاجات اللي موجوده في الميديا ستاينر، الرسمه دي كده، الرسمه دي عايز الرسمه دي عشان اقول لك الهارت. الهارت معانا لازم تشوفه كده في العملي. الهارت عباره عن حاجه اسمها رايت اتريوم ورايت فينتريكل وليفت فينتريكل وليفت اتريوم اللي بيبان منه ليفت اوركل قدام هنا، ليفت اوركل رايت اتريوم ورايت فينتريكل وليفت فينتريكل وليفت اوركل، وده بالونه ترانك وده اسندنج اورك. والاسندنج طالع كده عامل ايه؟ الارش. الارش بيطلع ثلاث برانشات اللي هم براكيوسيفاليك ليفت كومن كاروتيد ليفت سوف كليف. ورا الكلام ده في تراكيه، ورا التراكيه في اوسوفيجاس. معايا الكلام ده بشوفه، ممكن اشوفه ولا خيال على الجثه؟ لازم اتخيل الكلام ده على الجثه. تراكيه نعم بيكمل اوسوفيجاس لغايه المعده. يعني المفروض ينزل، بص ورا كده اهو، يعني الاوسوفيجاس ده بينزل من ورا الهارت، الاوسوفيجاس اللي ورا خالص ده اهو. ماشي. هيبدأ ينزل هنا كده. ينزل لغايه المعده، يمشي زي، هقول لك دلوقتي ما بيمشي زي يمين وشمال. مش المعده ليها بريشر؟ لا ليها بريشر. البيز بتاع الفنجس بتاع المعده، الفنجس بتاع ايوه الفنجس. نعم؟ اه ده فاهم. لا يعني لا هو بيقول قصده على البيز، يعني الفنجس رافع البيز شويه. ماشي ماشي خلاص؟ خلاص يا جماعه؟ فدي الاوسوفيجاس ورا، ده دي التراكيه، ده الاوسوفيجاس. في حاجه في الشمال هنا اسمها ثوراسيك دكت. ثوراسيك دكت دي هنتكلم عليها بعد كده، جايه من الميد لاين كده ورايحه شمال، ثوراسيك دكت تمام. هنا في نرفات عندي بقى، النرفات اللي هنا في الرسمه دي، النرف اللي على اليمين ده رايت فرينيك، النرف اللي هنا ده رايت فيجاس. خليك معايا، رايت فيجاس ورايت فرينيك. فرينيك يا جماعه بيبقى ماشي جنب البينات، جنب سوديرو فينا كافا، جنب رايت اتريوم، جنب الافيرو فينا كافا. ها على الهارت كده ماشي على رايت اتريوم. اما الرايت فيجاس بيبقى ماشي جنب التراكيه لازق فيه وجنب الاوسوفيجاس، بيدي ريسبيراتوري سيستم والجي اي تي. الناحيه الثانيه بص، الناحيه الثانيه للنيرفين دول في واحد فيهم ليفت فيجاس، واحد ليفت فرينيك، بيبقوا عاملين كروس كده اهو. ليفت فرينيك نازل من فوق برضه بيعدي على الهارت هنا على الليفت فينتريكل، اما الليفت فيجاس داخل لجوه كده وبيدي برانش منه، في برانش جاي من الليفت فيجاس بيعدي من تحت الارش في الاورت. اسمه ايه البرانش ده اللي جاي من الليفت فيجاس؟ اسمه ليفت شمال ريكارنت ريكارنت لارينجيال ليفت ريكارنت لارينجيال ايه نيرف كده. ده الليفت ريكارنت، ادي الثوراسيك دكت، برانشات الارش في الاورطه، هنا البراكوسيفاليك، هنا الهارت بالحاجات بتاعته تمام. في حاجات بقى في الرايت سايد بتاعه الميديا ستاينم هتعلم على الرايت لانج، وفي حاجات هتعلم على الليفت لانج. معايا؟ بص معايا، ايه اللي بيعلم على الرايت لانج بقى؟ ايه اللي بيعلم؟ انا هرسم لك الرسم على السبورت، بس الكلام ده لازم اتخيله على اللانج، لازم اقوله، لازم امسك هارت واقعد على العينه كده واشوف الكلام ده ازاي. يعني الكلام ده بيترسم على السبورة، بيترسم وبيترسم في الكتب، بيترسم في الكتاب عندك. ماشي؟ انت شطارتك بقى تفهم هو جاي ازاي، تفهم جاي ازاي، دي عددك في العمل، عددك في العمل لازم تقعد كده الحاجات اللي جايه ازاي. كارديك امبريشن ريتد هنا، ما انا هقعد اقول لك واسمع لك الكلام اللي في الكتاب، اسمع لك الكلام اللي في الكتاب، انت شطارتك تشوفه بقى جاي ازاي. ماشي يا جماعه؟ تفهمها موضوع، الموضوع ان انا افهمه. طيب ادي ايه؟ ادي الهايلاك، قال لي قدام الهايلاك في الرايت حاجه كده اسمها ميدياستاينال امبريشن بتاعت الرايت لانج، مهمه جدا في العمل، مهمه جدا انا افهمها. ميدياستاينال اهي، ميدياستاينال امبريشن معايا بتاعت الرايت لانج، بتاعت الرايت لانج، خليك معايا ارجوك. ميدياستاينال امبريشن بتاعت الرايت لانج اقول له ايه؟ اقول له قدام الهايلاك، قدام الهايلاك وتحت كده ده كاردياك امبريشن، كاردياك امبريشن. كاردياك امبريشن دي ريليتد ايه؟ رايت اتريوم، ها ناحيه الرايت سايد في رايت اتريوم، وايه؟ ورايت فينتريك، حته من رايت فينتريك. النيرف اللي ماشي كده اسمه ايه؟ رايت فرين. ثلاث حاجات رايت ايه؟ مين اللي معلم هنا؟ رايت اتريوم ورايت فينتريكل
ورايح ها فين؟ المفروض اقعد بقى في العملي اشوف الحاجات دي جت ازاي. تذاكرها دلوقتي، تذاكرها. بس لما اجي اشوفها في العمل اشوف ده جت ازاي؟ رايت اتلم علم هنا ازاي؟ مش فاهمها دي. تيجي انت تقول لي اه رايت اتلم هنا، رايت فين؟ وريني رايت اتلم. وبتيجي كده الدراسه بتبدو كده. وريني رايت، اقول لك اه رايت اتلم اهو. طب قول لي ازاي دي على رايت لانج؟ مش فاهم الحكايه دي. اقول لك اه رايت لانج اهو، يبقى معايا لانج، اقول لك اعمله كده، خليه يلسع عليك. ومعاه حته من الرايت فينت، والرايت فرينك معدي عليهم من بره زي الرسمه دي. ماشي اهو، هنا عامل كده اهو تمام. ها طب ايه كمان؟ ها فوق هنا الحته ده ايه؟ ناحيه اليمين، اريا ريليتد لمين؟ في اليمين، اسندنج اورتا وربيلو سايموس جلان. معايا يا جماعه؟ هتذاكر ازاي؟ لو سمحت ذاكر انت، هتذاكر ليك دور وانا ليا دور. انت دورك ان انت تعرف الكلام ده، تعرفه. ها معايا؟ وتيجي تقول لي انا عايز اتخيل الكلام ده اهو، فين هنا قدام خالص اسندنج او فين؟ ايه اللي جاب الاسندنج اورتا هنا؟ وريني الاسندنج ازاي؟ ايه الاسندنج؟ اقول لك اسندنج وفي ارش وفي ديسند. الهارت الاورتا في اسندنج وفي ارش وفي ايه؟ ديسند. الاسندنج اورتا ده معايا بيعلم هنا. لو معايا لانج ومعايا هارت واشوفهم والزقهم في بعض، ده الاسندنج اورتا علم في الحته دي. معايا اليمين زوسايموس ايه؟ جلال. معايا اليمين زوسايموس ايه؟ جلال. معايا خلي بالك الكلام ده كله ممكن انت تعمله، ممكن لو معاك هارت ولانج تعمله الكلام ده كتير. معايا السنج اورتا وريمينز اوف ذا سايموس جلال. خليك معايا افهم لو سمحت، افهم معايا الكلام، افهم معايا الكلام. الرسمه مرسومه والكلام مرسوم والكلام حلو، بس لازم ايه؟ افهمه. تمام اهو هنا عند الانتيرو بورد تمام، ده قدام الهايلاند. ماشي قدام الهايلاند. طب فوق الهايلاند في ايه؟ فوق الهايلاند قال لي فوق الهايلاند اول حاجه عندي حاجه اسمها الارش اوف ازايموس، عامل جروب مش عايز محور. على فكره انها مش حفظ خالص، الموضوع مش حفظ، في حاجات كده في السوركس مش حفظ ابدا، نسمع وهتقضي الكلام بس افهمه. ارشف ازاي فوق الهايلر بس. ما تقعدش تحفظ في الكتاب وما تقعدش تقرا وتقعد تحفظ والكلام ده، لا ارشف فوق الهايلر. طب الازايجوس ده جاي منين؟ ها جاي منين؟ الازايجوس ده مين؟ جاي من الكيلو بينا كام؟ رايح سوبيرو بينا كام؟ طب يعني على الرسمه دي كده فهمني جاي ازاي؟ اقول لك اه ممكن على الرسمه دي ممكن اكمل الرسمه دي بحاجه اهو. بص على السبوره كده، فيلو بينا كام ده بيبقى جاي من الابدومين اهو، ده الفيلو بينا كام بتاع جاي في الابدومين تحت خالص. جاي من الابدو، في فين جاي من تحت خالص من عنده اهو، هو الفين ده اهو جاي من الانفيرو بينا كاف. ها بدايته فين الازايجوس؟ ها من الانفيرو بينا كاف في الابدومين من الباك من ورا يتمي. ماشي ماشي ماشي، طالع 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 فوق، طالع فوق اهو، طالع لفوق. ها يجي فوق خالص هنا عند الليفل بتاع تي 4. تي 4 يعني ايه؟ تراسك برتيب رقم 4 قصاد الاسترنال انجل كده، يروح عامل ارش. القرش بتاعه ده منين؟ من ورا لقدام، من ورا طلع لقدام. من ورا لقدام، يعني الازايجوس عامل ازاي؟ ارسم لي كده الازايجوس مين؟ اقول لك اهو ماشي ماشي كده اهو، ارسمه كده اهو، انا هرسم الازايجوس مين كده اهو اهو، عمل كده. ماشي 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 كده اهو، القرش بتاعه ده من بوستيريور لانجيو عشان يخلص في مين؟ في السوبيرو بينا كافا من ورا. وبادئ هو منين؟ من الانفيرو بينا كافا من الباب بتاعه. بادئ كده. ماشي يا جماعه خليك معايا لو سمحت، لو سمحت ركز. ده ايه الازايموس اهو؟ جاي من الباك ورايح فين؟ للانفيرو للسوبيرو بينا كافا في الباك بتاعه. ها عمل القرش؟ عمل القرش. تمام. طيب ها انا عرفت كده ادي ايه؟ ها القرش اوف ازايموس. القرش اوف ازايموس فوق مين كمان معاه فوق الهايلاند ده؟ هو الاوسوفيجاس. الاوسوفيجاس. الاوسوفيجاس علاقته ايه بالازايموس؟ الاوسوفيجاس علاقته ايه؟ اقول له اه الازايموس ها بيبقى ورا الاسوفيجاس وعلى يمينه. يعني ارسم لي كده في الرسمه اللي على السبوره دي، ارسم لي الاسوفيجاس. حاضر اقول لك حاضر. ده ايه الرسمه دي كده؟ بص لو سمحت خليك مركز، خليك معايا مركز. ها الاسوفيجاس يا اولاد جاي من فوق خالص، المريء جاي من المك من الرقبه. ماشي كده المريء اهو، ماشي المريء كده اهو، ماشي كده اهو. بيبقى في الاول خالص يعتبر في الميد لاين او سلايتلي تو زي حاجه بسيطه زي في الميد لاين. خليك معايا لو سمحت. ها الاسوفيجاس ها معايا اهو اهو، يمشي كده يروح يمين شويه، يروح يمين. الازايجوس ده بيبقى وراه، الازايجوس مين ده؟ وراه اهو راح يمين. ها بس الاسوفيجاس مش رايح يمين، الاسوفيجاس ده مش رايح يمين لو سمحت ركز. ها الاسوفيجاس يقول لك لا لا ده مش بتاع يمين، ده انا هروح شمال في الاخر. عمل كيرف كده، الكيرف اللي انت شايفه ده راح شمال اهو، راح شمال ليه؟ قال لك لا ده انا عايز اروح ابقى ستوب، عايز اكمل بالمعده تحت، عايز يكمل بايه؟ بالمعده.
الاسوفيجاس ماشي كده. الاسوفيجاس ايه؟ ماشي كده. ها؟ الاول كان في الميدلاين راح يمين شويه صغيره حاجه بسيطه كده، وبعد كده راح ايه؟ راح شمال. معايا كده؟ ها؟ طيب خد بالك بقى، ها؟ في الوقت اللي راح فيه يمين في ارتري، في ارتري موجود هنا اهو، كان عامل ارش كده ونازل كده اهو، الارت ده كان شمال اهو. اهو. تحت خالص في الحته اللي تحت الارت ده بيعدي من وراه. الارت ده اهو. الارت ده مين؟ مين الارت ده؟ السندنج ثوراسيك اهو. معايا ادي السندنج، ها؟ الارت ده مين؟ السندنج، كان ارش ونازل كده السندنج. ادي العلاقه كده. دلوقتي هلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه، ها؟ الازايبوس عامل ارش، الارش ده يمين؟ يمين. بيعمل ارش عند الرايت، عند الرايت لانج. معايا. طيب الاسوفيجاس، ها؟ في النص ايه؟ بيعلم على مين؟ بيعلم على الرايت لانج. بيعلم على الرايت، ها؟ ومعاه مين يا جماعه بيعلم على الرايت؟ ركز معايا لو سمحت، وراه الازايبوس، يعني الازايبوس معاه. الازايبوس بيبقى وراه. بيعلموا فين؟ ايه ورا الرايت؟ طب في الوقت اللي هم بيعلموا فيه على الرايت لانج، كان مين بيعلم على الليفت لانج في الوقت ده؟ ها؟ كانت السند الثوراسيك اورتا. كانت السند الثوراسيك اورتا. طب تيجي تحت السند الثوراسيك اورتا معلم على الليفت لانج، هتلاقي مين عدى قدامه؟ ها؟ مين؟ الاسوفيجاس. في حته كده تحت خالص الاقي السند الثوراسيك اورتا قدامه ايه؟ معايا علاقة الثلاثة دول بعض، مين ده؟ الأزايبوس، ها؟ ومين ده؟ السند الثوراسي الأول، ومين ده؟ الأسوفيجاس. تمام. الأسيندنج بيطلع كده وبعدين أيوه أهو السندنج أورتا معايا أهو، أنا السندنج أورتا على الهارت أهو بتاعي أهو. ده كده السندنج أورتا ده أول حاجة طلع يمين أهو يمين. وبص وده بقى بداية القرش، قرش راح شمال. طلع يمين وبعد كده راح شمال. الأسيندنج راح يمين وبعد كده القرش كمل إيه؟ شمال. معايا كده في المنظر ده أهو. ده يا جماعة لازم أفهم الحكاية دي، لازم أفهم الحتة دي. يبقى دلوقتي ها تفتكر مين ها هيعلم هنا؟ القرش القرش بازايجوس على اليمين تمام؟ ها خلينا نكمل الحتة دي. طيب إيه كمان؟ ها القرش بازايجوس راح يخلص فين إيه ده؟ مين ده؟ سوبيرو بينا كابا، سوبيرو بينا كابا مكمل فوق مع مين؟ مع البراكوسيفال رايت، ها؟ اشمعنى رايت براكوسيفال ما قلتش ليفت ليه؟ الرايت هو اليمين، الليفت جاي من الشمال كده. الليفت جاي من ناحيه الشمال اهو، ده الليفت ده الرايت ولا عالم على الرايت لانج. فهنا ها سوبيرو بينا كابا مع رايت براكوسيفال، وهنا الارش بازايبوس تمام؟ طب هنا مين ده؟ مين دي؟ ها؟ تراكيه، تراكيه علاقتها ايه مع السوبيرو بينا كابا؟ تراكيه ورا السوبيرو بينا كابا. تراكيه ورا السوبيرو لو حطيت على البصه كده لو حطيت سوبيرو لازم الكلام ده تشوف على البصه لازم يعني تحط الحاجات دي على البصه سوبيرو بينا كابا فين على البصه ها وتلاقي التراكيه وراه تراكيه ورا السوبيرو بينا كابا شوف الكلام ده يا جماعه تقولي ورجونا فكره ده دول معاك ان انا اوريك الكلام ده ماشي مش هشرح لك على السبوره بس ها ده سوبيرو بينا كابا التراكيه وراه كده ورا ها ورا التراكيه اسوفيجوس ها طب التراكيه معلمه على الرايت لانج معاها حاجه معاها النرف ده بتاخده في سكتها هتلاقي على يمين التراكيه كده في نيرف اهو. هتبص مين؟ رايت فيجاس راح واخدها معاه تعلم على الرايت لانج. تراكيه في الرايت فيجاس ورا الكلام ده خالص في مين؟ اسوفيجاس. قال لي كام حاجه فوق الهايلم ها معايا في كتاب الكليه بقى قال لي في كام حاجه فوق الهايلم بتاع الرايت لانج؟ قال لي اربعه. عدهم الاربعه كده بسرعه عشان ما انتوش اربعه قولهم لي الاربعه ارشف ازايجوس سوبيرو بينا كابا مكمل مع الرايت بريكس فاليب وطبعا تحت مكمل مع الكارديت امبريشن بعد كده رقم ثلاثة تراكية مع الرايت فيجاس، أربعة مع الأسوفيجاس ورا تراكية. عندهم أربعة، كم حاجة فوق الهيلم؟ جماعة اللي ورا أنتوا ولا صحيحين؟ أربعة. إيه الأربعة اللي فوق الهيلم بتاع الرايت لانج؟ واحد قلت لي مين؟ أرش وأزايوس. سوبيرو بينا كام رايت براكس فالي. تراكية مع الرايت فيجاس. بصوا رسمة موجودة، رسمة حلوة ورسمة أقول من عليها. بس بقول من عليها بس اهم حاجه افهم الحاجات دي جت ازاي. سوبيرو بينا كابا ها ورا تراكيه والرايت فيجاس على يمين ها والاسوفيجاس هنا. معايا يا جماعه؟ طيب ايه ورا الهاي ايه ورا الهايلاند بتاع الرايت لانج؟ ها ايه ورا الهايلاند؟ الهايلاند اهو نزل منه دبل من ايه اللي ورا الهايلاند ده؟ الاثنين دول. مين ومين؟ ها معايا الاسوفيجاس ها والازر هيقول لي عليه الستيم اوف ازايوس. معايا؟ ها التراكيه خلصت. تراكية بقت ايه؟ ها؟ يا اولاد تراكية بقت برونكس جوه. تراكية مش هتنزل تحت. بتدخل هواء في اللنج. معايا؟ ها؟ ايه اللي ورا هنا يا اولاد؟ الديسندنج ده اسف الاسوفيجاس
والازايج سيم اوف ازايج على اليمين. ما ورا ولا ورا؟ نعم لا ورا الهايلاند، ورا الهايلاند. انا هو مش الهايلاند ده، هو ده الهايلاند اهو، ده حاجات داخله اللنج. ماشي ده كده ورا وكده قدام، كده قدام وكده ورا. اه بقى سايد فيو بالنسبه لنا احنا كده يا دكتور، يعني كده انتيريور وكده بوستيريور. بالنسبه لك انت دي الرايت، الرايت هيك دي الرايت هيك حاجات اللي محطوطه هنا اه. دي رايت، ادي انتيريور وادي بوستيريور. ها دلوقتي ايه ورا الهيلم يا جماعه؟ ايه اللي ورا الهيلم يا اولاد؟ ايه اللي ورا الهيلم؟ ايه اللي ورا الهيلم؟ ايه ورا الهيلم؟ قلت لي ايه ورا الهيلم؟ ها؟ اسوفيجاس؟ ها؟ وازايتس، السن بتاع الازايتس، تمام؟ طب ايه تحت الهيلم؟ قال لي الجيل ده اللي تحت خالص ده مين؟ الفيرو مين يا جماعه؟ لا ده مين ده سكس؟ طب البوكم هجيب لك، مش احنا جبنا اللمبي يا جماعه، احنا جبنا مين ده سكس؟ ممكن تخش بالسن لا ما تقولش ليه؟ هو فين الديسيد؟ هنا الديسيد الاورطة؟ ليه بقى؟ قول لي ليه؟ ادي اليمين وادي الشمال، ادي اليمين وادي الشمال، ادي الديسيندنج اهو. هل الديسيندنج ممكن يعلم على اليمين؟ ليه؟ شمال. الديسيندنج اهو ماشي كده، عمره ما يروح يمين، عمره ما يروح يمين، طول عمره شمال. خلاص يا جماعه؟ فهمتوا المنظر جاي ازاي؟ فهمتوا المنظر ولا لا؟ مين ما فهمش؟ ما فهمش؟ ها يقول لي مين يا جماعه مش متخيل الكلام ده؟ تخيلوا على الجثه وتشوفوا على الجثه، ها؟ بص معايا على الجثه على الكلام ده. مش متخيل الكلام ده قول لي، ها؟ ده الايه؟ ده الكلام بتاع الامبريشن بتاعت الرايت لانج. الامبريشن بتاعت الرايت لانج اهي. الحاجات اللي معلمها على الرايت لانج. طيب ها ايه الحاجات اللي معلمها بقى على الليفت لانج؟ اول حاجه هيقول لي ايه هنا يا اولاد؟ واحد كارديال امبريشن ريليتد ليه؟ ايه اللي في الهارت عامل كارديال امبريشن؟ ليفت فنتريكل وليفت اوريكل وليفت فرينك. ليفت فنتريكل ها وليفت اوريكل ها وليفت فرينك. اللي مش متخيل برضه يقعد معايا بعد تقول لي وريني الكلام ده على الجثه، وريني الكلام ده اقول ليفت فنتريكل ليفت اوريكل ها ليفت فرينك، دول معلمين هنا قدام الهايلا. طيب في عندي حاجه بقى انا اهو، ها في حاجه انا اهو معايا، ها ده في الليفت ايه لانج، في حاجه انا اهو بقى يا اولاد انا اهو اهو. مين ده؟ اقول له ده ناحيه الشمال يبقى بالمونري ترانك زائد ريمين اوكسايمس جه. ومين كان ناحيه اليمين؟ السندنج اورطة. السندنج اورطة رايح يمين، امال مين رايح شمال؟ بالمونري ترانك. وريمين اوكسايمس ايه؟ جيلان يعلمه هنا. تمام؟ ها ده قدام الهايلم، يعني كان قدام الهايلم هنا كارديك امبريشن، هنا كارديك امبريشن، بس اللي عامل الكارديك امبريشن هنا الحاجات اللي في الهارت غير هنا. وهنا ها السندنج اورطة في اليمين، في الشمال بالمونري ترانك. تمام؟ طيب خلاص ده قدام الهايلم زي ما كان قدام الهايلم هنا. قال لي فوق الهايلم هنا ايه؟ فوق الهايلم في الليفت. قال لي في الارش اوف اورت. الارش فوق الاورت، الاورت رايح على الشمال اه. امال فين الاسين؟ ما انا سندريش هنا اسين، اصل الاسينج على اساس اليمين. الارش في الاورت هو اللي شمال، الارش في الاورت ده اللي راح شمال اهو. الارش في الاورت وهو شمال، وهو شمال خالص معايا طلع لي الارتريين دول، في ارت تاني بيطلعها بس في النص. ايه برانشات القرش في الاورطة كلنا عارفين؟ براكوسيفاليك، ليفت كومن كاروتيد، ليفت سب كاريتيد. الاثنين دول هيعلموا على مين؟ الاثنين دول هيعلموا يا جماعه الليفت لانج، ليفت كومن كاروتيد وليفت سب كاريتيد. ليفت كومن كاروتيد ها وليفت ايه؟ سب كاريتيد. ليفت كومن كاروتيد ده والسب كاريتيد ده ورا. معايا؟ ها؟ طب التراكيه ما تعلمش؟ لا التراكيه ما تعلمش. ليه؟ ها؟ لو شفت على الجثه هتفهم. التراكيه ما تعلمش ابدا عن الليفت. مين اللي هيشق؟ ده اهو. ارش والليفت كومن كاروتيد والليفت سب كاريتيد، واخدين ما بينهم كده في نرفين مش مهمين في العمل، بس اعرفهم كده على الرسم. مين النرفين اللي خدوهم هنا يا اولاد؟ ليفت فيجاس وليفت فرين. ها انت فرينك رايح فين؟ نازل على الارض، نازل نازل الدايفرام. طب انت فيجاس رايح فين؟ قال لهم انا بص الفيجاس اساسا رايح الهايلم، ورا الهايلم. ما
معاه رايح ورا الهينا الفيجاس ها رايح للاسوفيجاس رايح للبرونكاس معاه وهو تحت هنا بيدي برانش منه اسمه ايه؟ ليفت ريكاردو اهو ممكن اقوله هنا ده ليفت ريكاردو قدام الاسوفيجاس طب ورا خالص اللي هو ورا في الشمال مين ده؟ اسوفيجاس واخد معاه مين يعلم في الشمال؟ قال لي اه على شمال الاسوفيجاس خد بالك ده مين ده ايه؟ ثوراسيك ده خليش معايا ها ثوراسيك تعلم على الشمال قال لي اهو في الشمال هنا اسوفيجاس معاه ثوراسيك ضغط وقدامهم ليفت ريكارنت لارينجيال ايه فوق الهايلاند في الليفت؟ عد لي الحاجات اللي في الكتاب عدها ونمريت ونمريت بس ايوه ما هي بص اهي هي الاسوفيجاس هو على شماله ثوراسيك ضغط تعلم على الليفت على شماله لا لا ما تجيش في العام بس بقول لك عليها بس يعني على افتكر على شمال الاسوفيجاس مش هتيجي في العام ولا حاجه بس افتكر على شمال الاسوفيجاس تمام عد لي بقى الحاجات اللي فوق الهايلاند بتاع الليفت لانج عدهم لي اول الحاجات اللي في الهايلاند فوق الهايلاند بتاع الليفت لانج واحد ها ليفت ها اول حاجه اسف ارش فاول اول حاجه ارش فاول تمام بعد كده ليفت كومن كاروتين بس عدهم ليفت سب كليبيان وراه بعد كده رقم اربعه نرفين قولهم كده في السكه هم مش هقولهم في العام بس هقولهم في السكه هنا ليفت فيجاس وليفت فريدي ها طب ورا خالص رقم خمسه هيقول ايه؟ الاسوفيجاس معاه الثوراسيك داك وفي نيرف هنا اسمه ايه؟ ليفت ريكار ليفت ريكار انجل نيرف جاي من الفيجاس وطلع قدام الايه؟ الاسوفيجاس معايا يا ولاد في الكلام ده؟ ها ليفت ريكارنت لارينجيال ايه؟ نيرف ها معايا كده؟ ده فوق الايه؟ فوق ها الهايلم بتاع الليفت لاك طالع من ليفت فيجاس اسمه ريكارنت يعني راجع لارينجيال يعني رايح لمين لللارنكس الحنجره ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف ايه مش برضه بص انا عايزك تبقى فاهم الكلام ده مش مستوعبه مش مجرد رسم على السبوره وعمال اشرح لك عليها وخلاص معايا في العملي في الكليه في العمل في الكليه مش فاهم حاجه يعني حفظك الامبريشن ما تبقاش فاهم حاجه تروح هناك انت مش فاهم اي عمال تعمل كده اهو بلمونا يا ابني بلمونا احفظ يا ابني احفظ بلمونا اطرا هنا هو اسندنج او احفظ ونحفظك ونقعد نحفظ يا لا ما هو لا اصل هو جت ازاي لازم تفهم جت ازاي لازم تفهم جت ازاي معايا عينه اقول جت ازاي ماشي ها خلاص كده ايوه فوق الهايلاند فوق الايه الهايلاند بتاع الليفت لانج طب ورا الهايلاند بتاع الليفت لانج في مين يا ولاد؟ ورا الهايلاند بتاع الليفت لانج ممكن اقول ازايكوس عند الليفت يا ولاد ممكن اقول ازايكوس بص لي على الرسمه دي كده ممكن اقول ازايكوس في الليفت استحاله استحاله الازايكوس يمين ها مين في الليفت مين في الليفت مين واخد الليفت اخطر حاجه الديسندنج اورد ومعاه حته اوسوفيجاس اهو ادي الديسندنج ثوراسيك اورد اهو اهو واخد الليفت ومعاه حته هنا من الاوسوفيجاس تحت خالص بقى قدام هنا تحت بقى قدام في الحته اللي تحت دي ايوه طب قبل كده لا كان على اليمين اكتر الاوسوفيجاس يعني هنا وانا في الوقت ده في الوقت ده خليك معايا في الحته دي كده كان الاسوفيجاس معلم على الرايت لانج وكان في الوقت ده الليفت لانج كان فيها ديسيند اه اهو ديسيند ثوراسيك اورتا اهو في الوقت ده كان الاسوفيجاس هنا ها معايا كده طب انزل تحت شويه انزل تحت شويه انزل تحت اهو الاسوفيجاس هيعلم هنا اكتر هيروح ايه شمال يعني المفروض هنا ما رسموش اهو مش ممتد قوي تحت ايه مش قوي هنا ماشي اهو هنا بقى شمال ومعلم على مين في الشمال يا ولاد؟ معلم على مين؟ على الليفت لانج فين؟ عامل سمول امبريشن قدام مين؟ قدام الديسندنج ثوراسيك اورتا ورا مين؟ ورا الليجامنت ده الليجامنت ده اسمه ايه؟ بالمونري ليجامنت معايا كده فاهم الكلام ده؟ فاهم الكلام ده ولا لا؟ ها؟ معايا الحته بتاعت الديسندنج اه الديسندنج هنا علم ايه؟ ورا الهايبر هو الشمال اهو هو ده اهو هو ده ممكن اقول اوسوفي بس في الوقت ده لا ما تقولش قول اوسوفي بس تحت شويه ابتدى اوسوفي بس يعلم على الليفت لانج اوسوفي بس بيعلم على الليفت لانج علاقته ايه مع السن الثوراسيك اورطا قدامه اهو قدامه كده قدامه كده واقف ده اوسوفي بس كمل تحت الاثنين لانج كانوا قريبين من بعض فوق عاملين كده هو معلم على الرايت بس الحته اللي فوق دي معلم على الرايت ومعلم على الليفت صوفي بس ينزل تحت شويه يروح يمين
يعلم على الرايت، في الوقت ده كانت السيد الثراسيك ارتب عالم على ايه؟ على الليفت، بعد كده يروح شمال مره واحده، يروح معلم على الليفت مع السيد الثراسيك ايه؟ اورتس. هي هي نفس الرسمه دي. تمام ايه الحته دي؟ هو ما تقولش ليه؟ لان الاسوفيجاس في الوقت ده كان يمين. اللي هي ده ايه؟ الوقت ده الحته دي. الوقت ده كان الاسوفيجاس فين؟ يمين وهنا على والشمال مين؟ السند. يبقى في الوقت ده انا اقول هنا اسوفيجاس في اليمين، اجي في نفس الحته دي في الشمال ما اقولش اسوفيجاس، اقول مين؟ السند ثراسيك اورت. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ ادي ايه؟ ها يبقى في النص الحته دي كده لانجينا اهو. هنا في هنا اهو في اليمين اسوفيجاس وازاي اهو اهو في اليمين اهو دول اهو. في الوقت ده في الشمال اقول مين؟ ها؟ السندكس وراسك اول. طب نزلت تحت خالص هنا اهو، نزلت تحت شويه. ها؟ الاسوفيجاس بقى شمال ومعاه مين؟ السندكس اهو. معايا الاسوفيجاس بقى شمال ومعاه مين؟ معايا؟ ها ده القصه دي افهمها بالمنظر ده. معايا؟ وادي ورا ورا الاورطة، طبعا هيقول لي ايه الاورطة هنا ديسيندنج معاه اورطة نيرف بلكسس، مش مشكلة دي مش مهم. يعني ايه طنشها في المذاكرة حتى اورطة نيرف هنعرفها من الاخر كده. معايا ديسيندنج فراس الاورطة نازل هنا وخلاص. ماشي في كتاب الكلية. فهمتوا يا جماعة الامبريشن؟ ها الامبريشن. الامبريشن بتاعت الرايت وبتاعت الليفت. معايا ولا لا؟ حد ما فهمش حاجة من الكلام ده؟ حد ما فهمش حاجة يقول لي. جت ازاي؟ أقول لك جت ازاي. طيب يجي بعد كده. يجي يقول لي إيه بقى؟ الإمبريشن دي عملي أكتر من نظري. عملي أكتر من نظري. في سؤال بقى نظري مهم جدا جدا. يقول لي إيه؟ في النوم اللي هو البراكيوسيفاليك اي حاجه اسمها براكيوسيفاليك نعم سواء براكيوسيفاليك ارتري او براكيوسيفاليك فين اسمهم انومينيت كانوا زمان بيسموهم انومينيت عديم الاسم قال لك ليه نقولهم عديم الكلام ده زمان الكتب القديمه في طبعات الكتب الطب القديم دلوقتي قال لك دلوقتي ليه تسميهم عديم الاسم عشان نسميهم براكيوسيفاليك يعني ايه براكيوسيفاليك يعني جايب دم ها من الرقبه ها ومن الدراع فسميه براكيوسيفاليك بصوا بقى يا جماعه بصوا بقى معايا خليك معايا عربي خليك معايا عربي ما تمطر ثانيه ولا تمطر خليك معايا انا عربي بص يا محمد تعالى نقول بقى ايه الروت بتاع اللام في عنوان في كتاب الروت بتاع اللام الروت بتاع اللام ها الروت بتاع اللام بقى ايه ها اللي بالك معايا ولاد في رايت وفي ليفت ها ده سؤال نظري الروت بتاعة اللام اللي هيتزنق منكم في امتحان الصور قول لي وانا حددت له حاجات مهمه بتيجي منها الامتحانات في حاجات معروفه في دي ماشي بس لا ما انا مش عايز اقول لك كده عاد الصوره في حاجات معروفه بتيجي في الامتحان ده ما حددتش ما انا هشرح لك الكتاب كله بس ايه بس يا جماعه ما تعتمدش على كده ماشي يا دكتور حتى هنقرا من الاثنين هنقرا من الاثنين ماشي في حاجات مهمه يعني ما تقلقش الصورة ده خالص. لا لا هو هو والرسومات معروفة إيه؟ والرسمة اللي هتجي لك إيه؟ معروفة إيه؟ يعني والله معروفة. إحنا قلنا سيف الله بتاع بص معانا خلاص؟ فالسوركس سهل جدا، السوركس الكلام بتاعه والعملي معروف هيجي فيه ايه برضه؟ العملي العملي طبعا العملي اصلا ما فيهوش غير لامب وهارت وشويه حاجات على البون. والبون طبعا البون طبعا مهم تعرف 10 وتعرف في واحد برتبرا وتعرف 12 البون لازم تعرف عليه. البون لازم تعرف عليه ما تضحكش عليه، البون لازم تعرف عليه.
ماشي؟ طيب الروت بتاع اللامب ده سؤال نظري من ضمن الاسئله اللي ممكن تجي لك نظري. روت اوف ظلام، ها خليك معايا، روت اوف ظلام خليك معايا. روت اوف ظلام يا جماعه اللي هو ايه؟ تعالى نرسم ادي اللامب اهي ادي ها ادي ها ده الروت بتاع الرايت لانج وادي الروت بتاع الليفت لانج. بص كده معايا ده سؤال معروف والله بيجي نظري بيجي نظري حتى في اخر السنه سهل قوي اول الروت بتاعه اللانج وتحته كده ده البلمونري ليجامنت. بص يا اولاد يلا بقى خليك معايا تحته بلمونري ايه الحته اللي تحت بلمونري قلنا ربنا خلق البلمونري ليجامنت ليه عشان يوسعنا على الهايلاند ده. طيب قال الروت اول حاجه الروت طبعا هو مجموعه الاستراكشر اللي داخله في الهاي وات ذا روت اوف ظلام سؤال حتى يسالوا لك في الشفوي ايه الروت اوف ظلام اقول له مجموعه الاستراكشر اللي داخله او خارجه من اللام مجموعه الاستراكشر اللي داخله او خارجه من اللام داخله او خارجه من اللام من الهايلاند ماشي مجموعه الاستراكشر دي اللي هي بروم هنعرفها دي هنعدهم تمام الروت ده اللي هو داخل الهايلاند الروت ده قصاد الفرتبرا كام دايما تيجي دي في الام سي كيو تيجي في الاكمل قصاد الفرتبرا كام؟ هو قايل لي قصاد الفرتبرا 5 و6 و7 تي 5 ها وتي 6 وتي 7 ركز معايا لو سمحت تي 5 و6 و7 تمام؟ ادي ايه الروت بتاعه اللنج قصاد الفرتبرا كام؟ 5 و6 و7 طيب الروت بتاعه اللنج ها ايه الحاجات اللي فيه؟ ايه الحاجات اللي في الروت؟ ايه الحاجات اللي في الهايلاند ده؟ اقوم قايل له هو في سبع حاجات ها معاه او في ممكن نقول ست عشان في حاجه متكرره يعني ده بيقول سوبر وينفير ممكن اقول ست الست او السبعه دول معايا ثلاثه او اربعه منهم ميجر على اساس هقول سته ولا سبعه ثلاثه ميجر او اربعه ميجر خليهم اربعه زي الكتاب يعني بشوفهم بعينيا وفي ثلاثه ماينور ماينور ما بشوفهمش بعينيا مش شايفهم عملي مش هيقول لي عملي ابدا في اربعه ميجور هيقول لي في العمل الامتحان العملي اربعه ميجور وايه وثلاثه ماينور طيب ايه الاربعه الميجور قال لي البرونكاس والبلمونري ارتري والسوبيرو بلمونري فين والانفيرو بلمونري فين ركز معايا كريم ها كريم وشركائي خليكم معايا ها فاتح محل كريم معايا ها فايه ها برونكاس وبالمونري ارتري ها وسوبيرو بالمونري فين وانفيرو بالمونري فين البرونكاس ها تبقى بوستيريور والبرونكاس دي ها معايا هقول له ايه؟ اقول له في الرايت لانج بتتقسم قبل ما بتخش الرايت لانج بروكسيما اما في الليفت لانج بتتقسم بعد ما بتخش الليفت لانج يعني ايه بتتقسم قبل ما بتخش؟ اقول لك اه انا عندي التراكيه كده التراكيه اهي ده رايت برونكاس وادي ليفت برونكاس والرايت والليفت ده داخلين الرايت لانج والليفت لانج اقول له ايه؟ اقول له الرايت برونكاس دي قبل ما بتخش الرايت لانج تبقى تقسم الاثنين كده. شوفوا مع الجثه على بيقول لي على الجثه على اما الليفت برونكاس ها تخش الليفت لانج الاول وبعد كده تتقسم جوه الليفت لانج ما بشوفهاش على الجثه الا واحده. انا لما اجي اقطع بقى بشوف دي اثنين وبشوف دي واحده. معايا القصه دي ها فاهمين القصه دي؟ الرايت بتتقسم قبل ما بتخش بروكسيمال انما الليفت بتقسم ديستال للنج يعني جوه الليفت لانج بعد ما بتخش تمام عشان كده هلاقي في الرايت ها لانج الاثنين بيتقسموا الاثنين بيتقسموا ايوه لا لا الاثنين بيتقسموا ما الليفت ساعات بتبان مقسومه ساعات انا في عينه عندي ليفت مقسومه ها بس مقطوعه عليك شويه الرايت برونكاس بتتقسم نعم برسمها ليفت مش مشكلة أنا أنا واحد راسم واحد كده وشايل منه اللون مش مشكلة مش مشكلة ماشي يا جماعة ما تشغلش بالك برايت وليفت دي ازاي يعني أنا راسم واحد من خلف وشايل اللون أيوه يعني الرسمة اللي حضرتك رسمتها المرة اللي فاتت كانت أنا واقف كده أيوه بص أنا أعرفه الشمال اللانج اتلخبط حاجه واحده رايت ولا ليفت؟ مقلوبين ازاي؟ الرايت لانج كنت انا حاططها كده الرايت لانج بس خليك معايا الرايت لانج انا كنت حاططها كده
كده قدامه كده ورا، دي الرايت لانج. كنت راسمها كده، الليفت لانج كنت عاملها كده، ده قدامه ده ورا. مقلوبين. ميديال سيرفيس، ما هو ده اللي ببص على الميديال. يعني ببص عليها يعني مثلا لانج اهي ببص عليها من هنا. ببص عليها ميديال، بص اللانج واقفه كده، اللانج بتاعتها ايه؟ رحت انا حاطط اللانج رايت كده، والليفت حاططها كده. كده قدامه كده ورا. رايت لانج ده قدام اهو، صباعي ده كده. معايا وصباعي ده ورا. اهي الرايت لانج واقفه كده، رحت حاطط ده كده، رايت ده قدام وده ورا، والليفت كده ده قدام وده ورا. كنت راسمها كده، بص الرسمه اللي عندك. ها ماشي، هنا الرسمه دي برضو يا جماعه، بس يعني ايه؟ ما تشغلش بالك بالكلام، هنا انا شايف أنا خلاص. بص معايا بس، بص معايا، انا باصص من ورا من عند الفرتبرا. انا باصص من ورا من عند العمود الفقري. ماشي، وشايل الاثنين لانج. خلاص بقى يعني ده رايت وده ايه؟ وده انا شايل الاثنين لانج. وسبت الروت بتاعها، ده الحاجات اللي داخله فين؟ الروت. انا واقف كده. فين الرايت بتاع اهو؟ خلاص؟ ده رايت برونكس، رايت الروت بتاع الرايت لانج، بلاقي فيه ايه؟ الروت بتاع الرايت لانج، بلاقي فيه اثنين برونكس، والروت بتاع الليفت لانج بلاقي ايه؟ في برونكس واحده. في الرايت بسميهم ايه بقى؟ هنا إيه المهم، في الرايت بسميهم ايه؟ اللي فوق ده اهي بسميها ايب ارتيريال. ايب ارتيريال، ها؟ فوق الارتري، واللي تحت دي بسميها هيب ارتيريال، تحت الارتري، الارتري اللي هو بالمونري ارتري. ايب ارتيريال وهيب ارتيريال، اهو اروح حاطط ده البالمونري ارتري. ها؟ ده فوقه وتحته. في الليفت لانج هي واحدة بس، والارتري بالنسبة لها بيبقى فوقها وشوية قدام. بسميها ايه في الليفت؟ ها برونكس، مين برونكس وخلاص. فالبرونكس في الرايت، الرايت مقسومة اثنين، وفي الليفت واحدة، ماشي؟ ده المهم اللي عندي. طيب ايه كمان بشوفه ميجور؟ الارتري، الارتري مين؟ بالمونري ارتري، بالمونري ارتري في الرايت فين؟ ها قال لي ده طبعا شايل نان اوكسيد بلاد في الرايت، ها ما بين الايد والهيب في النص بقى قدامهم، ان بتوين اند ان فرونت. طب في الليفت فين يا جماعه؟ في الليفت بص لي على الرسمه اللي على السبوره فين؟ ها فوقهم، فوق الليفت، فوق البرونكس، وايه وشويه انتيريور، تمام؟ انتيريور اهو كده قدام، شويه انتيريور، ها معايا، ها وفوقها. نعم ده برونكس، وده بالمونري ارتري، ده اهو اسمها المين برونكس، وده الايه البالمونري ارتري، الليفت بالمونري ارتري اهو، ده بقول عليه بالمونري ارتري، تمام؟ في عندي ايه كمان بقى؟ في حاجه اسمها بالمونري فين، بالمونري فين في في كل رانج في اثنين، سوبيرو انفيرو، سوبيرو بالمونري فين بلاقيه هنا اهو، ها ده سوبيرو بالمونري فين، ها سوبيريور بالمونري في الحته دي كده اكتر حاجه قدام اهو، ده السوبيريور بالمونري، بالمونري وتحت خالص هنا، ها ده اهو انفيريور بالمونري بين. بص معايا لو سمحت، ها هنا اهو، هنا السوبيريور برضه بالمونري بين، وتحت خالص هنا انفيريور بالمونري بين. سوبيريور بالمونري بين، ها اكتر حاجه قدام انا بشوفها، وعلاقته ايه مع الارتري؟ بيبقى علاقته ايه مع الارتري؟ ها علاقته مع الارتري قدام وتحت، انتيرو انفيرو في اليمين والشمال. ها طب الانفيرو بالمونري فين؟ ممكن اقول عليه موست انفيرو ناحيه البالمونري ليجامنت. والبالمونري ليجامنت ده ها بيعمل ايه؟ اكوموديت الاكستنشن بتاع الانفيرو بالمونري فين. قول لي بقى الثلاث حاجات اللي انا بشوفهم هنا ايه؟ او الاربعه. الاربعه ميزو، ها بشوف ايه؟ البرونكس بقول عليها ايه؟ هيب ارتيريال وهيب ارتيريال. في الليفت بشوف ايه؟ برونكس واحده. طب ايه تاني بشوفه؟ ها البالونه الارتري. في الليفت البالونه الارتري بيبقى فين؟ فوق. ها في الليفت ها بيبقى فوق بالنسبه للبرونكس وسلايتلي انتيرو. في الرايت بيبقى فين؟ ها ما بين الاثنين برونكس وقدامهم. طب سوبيرو بالونه الاثنين، ها سوبيرو بالونه الاثنين، ها موست انتيريور اكتر حاجه قدام بشوفها، بشوفها على الجثه والله، بشوفها على اللنج اكتر حاجه قدام. وبالنسبه للارتري بيبقى قدام وتحت، فيرو بالمونري فين تحت خالص، ها نفس الكلام هنا، سوبيرو بالمونري فين وفيرو بالمونري فين، دول بشوفهم. في عندي بقى ايه ثلاث حاجات ما بشوفهمش، مش عملي نظري، لازم اعرفهم نظري مهمين جدا. ايه الثلاث حاجات اللي انا ما بشوفهمش؟ رقم واحد برونكيال فيزلز، رقم واحد ها اللي هي مكتوب عندك في الكتاب، رقم خمسه برونكيال فيزل، دول اولاد اللي بيغذوا اللنج، خلي بالك برونكيال فيزل، خليك معايا لو سمحت،
ارتري وفي برونكيال ارتري وبرونكيال فين. هنا بقى حاجه مهمه قوي، سؤال مهم، سؤال سهل قوي قوي. برونكيال ارتري في كام واحد؟ قال لي في لنج من اللنجات في واحد، وفي اللنج الثانيه في اثنين. انا اللنج اللي فيها واحد وانا اللنج اللي فيه اثنين، افتكر العلاقه ما بين البرونكيال ارتري والبرونكاس علاقه اثنين لواحد. يعني كلما وجد اثنين برونكاس فهناك واحد برونكيال ارتري، فكلما وجد واحده برونكاس فهناك اثنين برونكيال ارتري. يبقى علاقه ايه؟ اثنين لواحد. يعني هنا في اثنين برونكاس اللي احنا عمالين نقول عليهم من الصبح. البرونكيال ارتري بيبقى ورم صغير كده، احط واحد الرسم. هنا في اثنين، في برونكاس واحده، يبقى هنا احط اثنين برونكيال ارتري. يبقى العلاقه ما بين البرونكاس والبرونكياس برونكيال ارتري علاقه ايه؟ اثنين لواحد. علاقه ايه؟ عشان ما انساش، ادي واحده فيها واحد برونكيال ارتري الرايت، اللي كان فيها كام برونكاس؟ اثنين. طب اللي في الليفت فيها كام برونكيال ارتري؟ هو هي برونكاس واحده، يبقى فيها اثنين برونكيال ايه؟ ارتري. طب في برونكيال فين؟ البرونكيال فين مش هنتعبنا، سهله. في اثنين برونكيال فين يمين واثنين برونكيال فين شمال، احط هنا اثنين برونكيال فين اهم، اثنين برونكيال فين، واحط هنا اثنين برونكيال ايه؟ مين. اثنين في اليمين واثنين في، صحصح معايا والله الكلام ده سهل جدا تذاكره معايا دلوقتي. برونكيال ارتري وبرونكيال فين، ده البلاد سبلاي. اذا مركز معايا اوعى ما تركزش معايا هتلاقي، والله هتلاقي نفسك، هتلاقي نفسك حفظت الكلام ده. برونكيال اثنين في كل ناحيه، سهله محتاجه حاجه. انما البرونكيال هي اللي تلخبطني. طب انا افتكرها ازاي؟ انا بفتكرها ازاي؟ علاقه اثنين لواحد بس، علاقه ايه؟ اثنين لواحد، تمام؟ طب ايه الكلام ده؟ ناقص ايه؟ ناقص قال لي شويه نيرف سبلاي اوتونوميك. ايه نيرف سبلاي؟ خليك معايا يا عمرو. ايه نيرف سبلاي؟ انتيرو بوستيرو بالمونري بلكسس، حاجه اسمها بالمونري بلكسس. ايه؟ شويه نيرفات سمباثيك وبارا سمباثيك. هنا اهي سمباثيك وبارا سمباثيك، اروح راسمهم مش اخبطهم كده اهو. انتيرور اند ده انتيرور وادي بوستيرور، انتيرور بوستيرور بالمونري بلكسس قدام خالص ورا خالص. ما بشوفهاش عملي، شويه نيرفات سمباثيك وبارا سمباثيك. انتيرو بالمونري وبوستيرو، طبعا مين اللي عامل السمباثيك والبارا سمباثيك؟ اللي هم السمباثيك تشين والفيجاس، هنعرف بعد كده في نيرف سبلاي. نايس ايه كمان؟ لينف نود. اللينف نود دي عند الهايلم، عند الهايلم. لينف نود اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هي اللينف نود بتاعت الفيسرال فلورا لو انا ذاكرت في النص كده، وساعات تلاقيها في بعض اللنجات كده سودا. سودا لينف نود على فكره، بعض اللنجات كده لو بصيت في بعض اللنج وتلاقي نقط سودا في الهايلم دي لينف نود. لينف نود دي اسمها ايه؟ بيبقى الشخص ده كان بيدخن معايا. معايا. فالشخص ده كان بيقول لك كان بيدخن. الليمف نود اسمها ايه؟ الليمف نود اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها ايه؟ اسمها برونكو بالمونري ليمف نود. الليمف نود اسمها ايه؟ اسمها برونكو بالمونري ليمف نود. معايا كده؟ كام حاجه بقى في الروت؟ والروت قصاد الفرتبر. الصفحه دي سهله قوي، انا خلصتها كده الصفحه دي، واسهل حاجه. الروت قصاد الفرتبرا كام؟ ركز معايا ولا ركز معايا؟ 5 6 7 ماشي؟ معايا قصاد الفرتبرا كام؟ 5 6 7 تمام؟ الرود، الرود ده في مجموعة حاجات في الرود اللي هم مين بقى؟ 4 ميجور بشوفهم في العمل. برونكس في اليمين 2، في الشمال 1. بالمونري ارتر علاقته ايه مع البرونكس؟ في اليمين ان بتوين وان فرونت، في اليمين في الشمال، فوق البرونكس وقدامها شوية. سوبيرو بالمونري بين قدام، انفيرو بالمونري فين تحت. طب دول ثلاثه ميجور بشوفهم. طب في او اربعه ميجور بشوف، في ثلاثه مين؟ قلت لي مين؟ برونكيال فيزل، برونكيال ارتري. في اليمين في واحد وفي الشمال في اثنين، العلاقه اثنين لواحد، سهله قوي العلاقه اثنين ايه؟ لواحد. طب في ايه؟ برونكيال فين، اليمين والشمال اثنين ما فيهمش فرق، يمين اثنين وفي الشمال ايه؟ اثنين. خليك معايا. وايه كمان؟ بالمونري بلكسس، هنتيرو بوستيرو اوتونوميك، سمباثيك وبارا سمباثيك. والليمف نود اسمها ايه؟ برونكو بالمونري ليمف نود. سهل قوي الكلام ده، الصفحه دي سهله جدا، تمام؟ طب يجي يقول لي بقى في كام فيشر في اللنج؟ اسهل حاجه. في كام فيشر في اللنج؟ في كام فيشر في اللنج؟ يلا يا ولاد. في كام فيشر؟ لا سهلة أوي، بص معايا. بص يا ولاد أهي. في كام فيشر في اللنج؟ أدي في كده، دي رايت لنج. في الرايت لنج فيها اتنين فيشر، فيها تلاتة نوم.
في الليفت لانج، الليفت لانج عامله كده، الليفت لانج اهي، ادي الليفت لانج، ادي الليفت لانج فيها فيشر واحد. فيشر دي اسمها ايه؟ خليك معايا، فيشر دي اسمها ايه؟ فيشر اللي هنا اسمه اوبليك فيشر، اوبليك فيشر ده اهو، وده اللي ماشي بالعرض ده اسمه هوريزونتال فيشر. هوريزونتال هيجي يقول لك صح ولا غلط، ها؟ صح ولا غلط، ها؟ خليك معايا. الفيشر دي فيها ها اكستنشن من الفيسرال بلورا، صح ولا غلط؟ صح. يعني الفيسرال داخله في الفيشر، ايوه. داخله في الفيسر، انما البرايتال لا. برايتال لا، خليك معايا كده اهو. اسئله امتحانات ايه؟ الفيشر فيها فيسرال بلورا؟ ايوه، فيسرال، انما ما فيهاش برايتال. فيهاش ايه؟ برايتال. برايتال ما تخشش في الفيشر، تمام؟ طب الفيشر ها اكمل العباره دي، كلام سهل قوي. الاوبليك فيشر ها ان ذا رايت لانجز، يبقى ريت نقط على النقط. ها الاوبليك فيشر في الرايت بيفصل يعني ايه؟ سبيل ومين اللوب عن الايه؟ اللور لوب. ده سهل قوي. اوعى تقول مش عارف الكلام. سبيل اوبليك فيشر بيفصل ايه؟ ها سبيل ومين عن اللور يا جماعه لو سمحت. خليك معايا وركز. طيب في الليفت لانج مش محتاج حاجه، بيفصل ابر عن ايه؟ لور. طب الهوريزونتال فيشر في الرايت لانج، هوريزونتال فيشر في الرايت لانج بيفصل ايه عن ايه؟ بيفصل سوبيريو عن الميدل. طبعا عارف سوبيريو ميدل وانفيرو هنا، وهنا سوبيريو ايه؟ وانفيرو بس، تمام؟ طيب ليه ربنا خلق فيشر؟ ليه ربنا خلق فيشر؟ عشان تسمح بامتداد اللانج، تمدد اللانج، اكسبانشن في اللانج بسهوله ويسر. ها معايا ايزلي اكسبانشن اوف ذا لانج. يعني ايه بقى؟ قال لك اما انت تنفخ بالونه كبيره قوي، بالونه كبيره قوي ها تبقى صعبه عليك. ها لما انت كده معاك، لو انت رايح المصيف كده ومعاك عوامه تقعد تنفخها في بقك دي معايا، تقعد تنفخها يطلع روحك عشان تنفخ، صعبه قوي. انما لو اديتك كام بالونه صغيره كده تعرف تنفخهم؟ اه معايا، كلها صغر حجم الحاجه وعايز تنفخها تبقى سهل. يعني اللونج اتقسمت لوب ليه؟ عشان متقسمه الى كذا جزء، كذا جزء عشان املاه بالهواء سهل. الكذا جزء ده عشان املاه بالهواء يا جماعه يبقى سهل، ممكن املا ايه؟ الابر لوب والميدل لوب واللور لوب سهله، انما عشان املا اللنج كلها مره واحده بالهواء صعبه. عشان ايه؟ تسمح بامتدادها بسهوله، نعم. ممكن الانسان يعيش اه ممكن يعيش على فكره في حياتها بلنج واحده. لوب واحد ولا بلنج واحد؟ بلنج واحد. معايا؟ لو اتسدد برونكس، لو اتسدد برونكس من الاثنين برونكاي اللي هم دول، ممكن الثانيه الشغاله عادي ياخد نفسه يعني. هقول لك هنشيل ايه دلوقتي؟ بس. ماشي يا جماعه؟ خلاص؟ يعني بتسمح ايه؟ ليه ربنا خلق فيشر؟ عشان تسمح بامتداد اللنج، تمدد اللنج بسهوله. نعم؟ فيشر. لا ازاي اتفصلت عن بعض اللنج؟ الفيشر ده فصل لنج تماما، يعني الحته دي ده كانها لنج لوحدها، والحته دي لنج لوحدها، والحته دي لنج لوحدها. نعم؟ متصلين في حته البرونكاي بس هايلا. ماشي يا جماعه؟ بص عليها في اللنج، لو مش عارفها بص على اللنج اللي لوحدها وراها، هتلاقيها متفصلين تماما. خلاص؟ ادي ايه؟ الفيشر بتاعت ركزوا معايا يا ولاد، ركز معايا. طيب سيرفيس اناتو بتاع اللنج مهم جدا زي البلوره، هو نفس الكلام بتاع البلوره، هنبص هنكتشف نفس الكلام. تعالى نرسم السيرفيس اناتو بايدينا. اه ما هي البلوره واللنج، البلوره واللنج. ما هي نفس الكلام، هتلاقي نفس الكلام. بص يا ولاد. سيرفيس اناتو بتاعت اللنج، هروح راسم الرسمه دي كده. ادي المانوبرا مستر لنج. اه بص معايا اهي. اخلص اللنج، خليك معايا. اه والله فاضل حاجات بسيطه بس ركز معايا. معلش معلش. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يا جماعه بلا صوت. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة واحد اثنين خليك معايا لو سمحت ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اللي بيتكلم يا جماعة بيتكلموا سبعة ها ثمانية
تسعة عشر. وهنا فوق دي الكلاب، ادي الكلاب ادي الكلاب. بص معايا حاجة، ارسم السيرفس ادي بتاع اللانك ارسمه كلام هنا رسم، ونفس كلام البلورة تقريبا ما عدا حاجة بسيطة قوي. هقول لك انا الايبكس بتاع اللانج، الايبكس ها بيطلع برضه هيقول ان هو حته بارزه كده كونفكس دوم، طالعه فين؟ طالعه فوق الكلابيكل بمسافه 2.5 سم، طالعه فوق الكلابيكل بمسافه 2.5 سم، نفس البلور. طيب ايه الانتيرو بوردر؟ ها انتيرو نفس الكلام، الرسم اهم حاجه. اروح الانتيرو بوردر معدي ورا الاسترنو كلابيكولار جوين، نفس الكلام اروح الاسترنال اندل شمال ويمين زي البلور. اروح نازل في اليمين، نازل في اليمين لغايه رقم 6، نازل في الشمال لغايه رقم 4، ومن 4 ل 6 بعمل ديفيشن. ده بلور نفس ده الانتيرو بوردر والايبكس هي هي تيبيكال كورس، هيقول لك في الكتاب كده كورسبوند تو بلور نفسها بالظبط اهي. يعني بص البلوره اهي، ممكن ارسم البلوره اهي، البلورة بص اهي، انا هرسم البلورة الخط ده اهو، الخط ده خط بلورة اهو الاحمر ده، مش مرسوم عندك دي كده، بس انا هرسمها عشان اقول لك هي هي، بس الديفيشن ده البلورة اقل شوية، يعني الديفيشن بس البلورة بتبقى اقل شوية حوالي 2.5 سم، اللونج بتبقى 3.5 سم. ماشي نفس الكلام اهو، نفس الكلام. الخط الاحمر ده بلورة يا جماعة، الخط الاحمر ده بلورة، الخط الاحمر ده بلورة، ماشي كده؟ طيب الفرق بقى ايه؟ الفرق في الانفيرو بوردر. الانفيرو بوردر والايبكس هو هو. الفرق في الانفيرو، ركز بقى معايا في اللي جاي، الانفيرو بوردر بتاع اللونج 2 ريب و2 انش هاير عن البلور، يعني ايه بقى الكلام ده؟ ها احنا هنا رحنا لسته، ها في اللونج كنا في البلوره بنروح، اقول لك البلوره الاول افكرك بالبلوره، كنا بالبلوره بنروح ل8 من كلابيكولر، بروح ل10 من اكزير، بلف كده اخري عند دي 12. فاكر الكلام ده؟ لا في اللونج ها 2 ريب هاير، يعني هقول ايه؟ بروح لسته ها من كلابيكولر، بروح لثمانيه ها 8 من اكزيلري، وبلف الورق ها اخري عن تي 10. بروح لايه بقى تاني؟ نفس الكلام اهو ها ناحيتين، بروح لسته ها بروح لثمانيه بلف الورق ها 6 8 بلف الورق اخري عن تي كام؟ 10. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ ها؟ ان اللون 2 ريب هاير اعلى من البلور. اللون جمالها؟ يعني ايه بقى؟ طب سؤال هيجي لي الحته دي ازاي؟ في سؤال حلو قوي بقى، انا هقول لك ايه؟ واحد ها معايا خد مثلا بياخد ابره في الصوره او انضرب مطوه في الصوره، اي حاجه من الكلام ده. قال لك ايه؟ خد ابره في الميد اكزيلا لاين عند السبيس رقم 9. في سبيس رقم كام؟ 9 في الميد اكزيلر لاين، خليك صاحي ماشي ها معايا، وهو داخل بالابره او بالمطوه، واحد خبط بمطوه مثلا في سبيس رقم 9 معايا، افترض ان هو في سبيس رقم 9 معايا، هيعمل انجري في اللنج ولا لا؟ هيعمل انجري في البلوره ولا لا؟ هيعمل انجري في البلوره، لان البلوره عند الميد اكزيلر لاين بتوصل لغايه الريب رقم كام؟ 10. انما اللنج بتوصل في الميد اكزيلا لاين عند الريب رقم كام؟ اخرها في الميد اكزيلا لاين عند كام؟ 8. يعني اللنج 8 وعند مش اهي معايا كده؟ ادي كده، واطلع بقى بالبوستيرو بوردر زي ما قلناه بالظبط فين؟ ها زي ما قلنا البوستيرو بوردر ها في الكلام بتاع البلور. يبقى رسمة ايه؟ هيموت ولا لا؟ نعم، لو حصل فتحة كبيرة في البلورة ممكن يموت، لو حصل انجري كبير في البلوره ممكن الانسان يموت. معايا؟ ها هيحصل لانج كولابس. اللانج ها الانجري كبير في اللانج، اللانج اساسا ممكن يموت بالهيموريدج النزيف. يعني لو واحد عمل لا 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 هيموت. لا اللانج نفسها، بص اللانج ها ما طبعا هخش على اللانج، ما لازم اعمل انجري في البلوره. ما انا هخش على اللانج، عاوز اعمل انجري في البلوره. نعم لا لا البلوره نفسها، البلوره لو حصل فيها كولابس تعمل ديستريس، لو حصل في ناحيتين اقصد في ناحيتين يعمل ايه؟ خلاص يا اولاد بص بس معايا سيرفس اناتومي، خلاص
السيرفيس اناتومي مهم جدا ان انا ارسمه. ها ايه الفكره بقى في السيرفيس اناتومي؟ ايه ارسمها، بص هنا على الرسمه دي، بطلع فوق الايه، فوق الكلابيك الباند ايه 2.5 سم، ها بروح ورا السيرنو كلابيك الانتيرو بورد، بروح لغايه السنه الانجل، نفس الكلام لغايه 4 في الشمال، وبعمل ديفيشن. الديفيشن ده بيبعد عن الاسترنوم هنا في اللنج، في اللنج حوالي 3.5 سم في اللنج، في البلورا كان 2.5 سم 2.5 سم. ها بمشي هنا في الرايت او نفس الكلام لغايه كام؟ 6. يعني في يعني في بعض الناس، في بعض الناس نص سم، وفي بعض الناس 2.5 سم فاريشن معايا؟ تمام. طيب هنا بقى في اللنج بروح من كام لكام؟ بروح من كام لكام؟ بروح من 6 ل 6 من كلابيكولا، بروح ل 8 من اكسيلري، اخري عند كام ورا؟ دي 10، برضه دي 10 بعيد عن دي 10 بقد ايه؟ حوالي 2 سم، نفس الكلام بتاع البلور، يبعد عن الفرتبرا دي 10 حوالي قد ايه؟ 2 سم، قولوا كده بس. واطلع بالبوستيرو بوردر لغايه فوق، ها؟ يبقى انا دلوقتي اكتشفت ايه؟ ان البوستيرو اللور بوردر، الفيرو بوردر بتاع اللنج اعلى من الانفيرو بوردر بتاع البلوره بحوالي 2 ريب او 2 انش. 2 ريب او 2 انش. معايا؟ ها؟ الانفيرو بوردر بتاع، الانفيرو بوردر بتاع مين؟ ها؟ اللنج. معايا اعلى من الانفيرو بوردر بتاع البلوره بقد ايه يا جماعه؟ 2 انش. ها؟ او 2 ريب. تمام؟ طيب عرفت كده السيرفيس اناتومي ارسمه، الرسمه اللي انا راسمها عندك دي تعرف ترسمها. الرسمه اللي انا راسمها لك دي اعرف ارسمها، ماشي؟ معايا الرسمه اللي انا راسمها. انزل تحت شويه مش مشكله، ده انا بص اصل الرسمه مش انا مش عايز الرسمه الفنيه، مش مهم انزل تحت، كتبت 8 خلاص، انا 8 هنا. يعني مش مهم حته الفنيه بقى، 8 بتنزلها لتحت شويه مش مهم. معايا يا اولاد؟ بصوا ده في خدمتك، تمام ماشي يا اولاد. طيب في ايه؟ في حاجه اسمها سيرفيس اناتومي بتاعت الفيشر بتاعت اللنج. بص معايا، سيرفيس اناتومي بتاعت لازم اقولها مع اللنج. لما يجي يقول لي سؤال سيرفيس اناتومي بتاع اللنج لازم اقول سيرفيس اناتومي بتاع الفيشر كمان. بص معايا، الرايت لنج، الرايت لنج فيها، الرايت لونج فيها اوبليك فيشر. لا نظري، نظري عملي مفيش شيء. لا ارسمه ما بيجيش، هيقول لك اكتب ايه انت ترسمه. لا لو قال لك اكتبه اكتب الكلام انت عايزه، يعني اه بتعدي السيرفو جرافيك روح السيرفو اي نفس الكلام. ماشي يا اولاد اهو، بص معايا كده، ادي المنظر ده لو سمحت خليك معايا. ده الليفت لونج، ادي الليفت لونج اهي، ها فيها فيشر واحد. الفيشر ده الفيشر، ها في في الرايت لونج اوبليك فيشر وفي هوريزونت، في الليفت في اوبليك فيشر بس. يا دكتور انت عشان الرايت لونج يا ابني ناحيه الكوستال. ده كوستال، ده كوستال سيرفس، ده مفرق. انا قلت لكم بس يا جماعه مش انا بجيب لك اللون بقول لك انا كنت برسم ايه. ماشي، ده اوبليك فيشر وده هوريزونت وده ايه؟ اوبليك فيشر. الاوبليك فيشر ها انا باصص كده على الرايت لون، ده كوستال سيرفيس، كوستال مش ميديا، ده كوست لاترال. ماشي، ها بيبان الفيشر فيه احسن من ميديا. كوستال ده اوبليك فيشر وده هوريزونتال وده اوبليك فيشر. الاوبليك فيشر بيبتدي فين؟ بيبتدي عند البوستيرو بورد. هات اللنج يا ابني اللي وراك، هات اللنج ده. بص يا ابني، بص يا ابني، ها دي اللونج اهي، دي اللونج اهي، دي الشمال اهي، الشمال اهي. انا باصص لها من ناحيه ايه؟ كوستال سيرفس. كده الفيشر بيبان كويس، هنا الناحيه دي ما بيبانش قوي. اي اي محطوط على الجثه كده. وانا قعدت اقول في العمل اللونج دي محطوطه على الجثه ازاي النهارده؟
ادي ايه اللونج محطوطه كده، ايه كوستر. اما اجي بشوف الميديا اما اجي اوصف لك الامبريشن بقى بحطها كده، اوصف لك الامبريشن من الناحيه دي. يا ريت والله ينحني. دي اهي لونج، دي لونج مش فاهمها كده. خلاص. واما اجي بشوف الروت، بشوف الروت بتاعنا ممكن اشوفه من ورا، اعمل ايه؟ اشيل اللمب دي كلها وابص على الحته دي بس. رحت انا حاطط الليفت هنا والرايت هنا. ماشي؟ خلاص فهمتوا؟ ما قلنا كده وانا ما بطلش مليان اهو. خلاص؟ يبقى انا راسم دي من ناحيه ايه؟ كوستر. وراسم دي من ناحيه كوستر برضه، ماشي؟ معايا؟ حطينا اللمب على السبوره قدامنا اهو. ده اوبليك فيشر وده هوريزونتال. وده ايه؟ اوبليك فيشر. الاوبليك فيشر في الرايت لانج والليفت لانج زي بعض مش فارقه. بيبتدي فين؟ بيبتدي عند البوستيرو بوردر. اكتب كده عندك في الكتاب بيجين ات ذا بوستيرو بوردر. ها معايا؟ هيبتدي مش عارف هو ما كتبهاش في الكتاب بيبتدي فين؟ بيجين ات بوستيرو بوردر قصاد في ثلاثه فيرتبرا. هيقول لي في الكتاب 2 سم بعيد عن السباين بتاعتي ثلاثه. بيبتدي عند زي الرسمه بيبتدي ها سيرو بوردر قصاد دي ثلاثه وينزل ها الاوبليك فيشر ينزل تاني نازل 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 داون وورد وفورورد داون وورد وفورورد ها بيبتدي عند دي ثلاثه ورا قصاد الفرتبرا ادي واحد اثنين يا جماعه بلاش كلام وركز معايا واحد اثنين ثلاثه بيبتدي عند ثلاثه قصاد السباين بتاع ثلاثه فرتبرا ماشي هنا اهو الاوبليك فيشر بدايته ايه؟ تاني ماشي 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 كده مع الشيست وول مع دوران الشيست يعني ها راوند الشيست وول. طب بيخلص فين؟ بيخلص هنا اهو فين؟ هنا هنا اهو لا الحته دي اهي عند السكس كوستو كوندرال جنكشن ماشي كده مع دوران الشيست الراوند الشيست الراوند شيست وول ها معايا كده الاوبليك فيشر بيبتدي ثلاثه بيخلص تحت فين؟ عند الانفيرو بوردر عند السكس كوستو كوندرال جانكشن كوستو اهي بيخلص عند الانفيريور بوردر ان برضو اكتب اند ات الانفيريور بوردر الاوبليك فيشر بيبتدي فين ويخلص فين؟ اهو اللونج معايا اهي اللونج برضو معايا حقيقيه اهي دي ليفت لونج اهي ليفت ورايت الاوبليك فيشر واحد بيبتدي بوستيريور معايا ورا عند دي ثلاثة فدي ثلاثة يمشي كده يمشي مع دوران الشيست وول مع دوران الشيست وول يخلص فين؟ الفيرو بوردر اهو بيخلص قصاد كام؟ قصاد ستة كوستو عارف حاجة اسمها كوستو كوندرا بيبتدي اهو ماشي كده مع دوران الشيست وول ده ايه؟ اوبليك فيشر ده يا جماعة اوبليك ايه؟ فيشر بيمشي مع دوران الشيست وول بيبتدي بوستيرو بوردر يخلص انفيرو بوردر بيبتدي بوستيرو يخلص ايه؟ انفيرو معايا؟ قال لي الاوبليك فيشر ده في حاجه مهمه قال لي ايه؟ قال لي هو موازي للميديال بوردر الاسكابولا لما ترفع ايدك فوق راسك عارف طبعا ليه لما ترفع ايدك فوق راسك موازي للميديال بورد يعني ايه يا جماعه؟ يعني ممكن ارسم كده اهي اي لونج كده مثلا دي اهي الرايت وادي الاوبليك فيشر اهو اقول له الاسكابولا بتبقى وانا رافع ايدي فوق راسي اهي تبقى عامله كده اهي ادي الاسكابولا تبقى مميله كده وادي ايه الهيد بتاعه الهيومرس وادي ايديا كده مرفوعه قال الاوبليك فيشر موازي ها موازي لمين موازي لمين للميديال بوردر بتاعه الاسكابولا عارف ليه لما برفع ايدي فوق راسي عارف ليه عشان الاسكابولا بيحصل فيها حاجه اسمها لاترال روتيشن معايا بتلف معايا كده فقال لي هو موازي الميديال بوردر بتاع الاسكاب تمام ده الاوبليك فيش بيبتدي عند كام؟ اهم حاجه ثلاثه ويخلص عند ستة بيبتدي عند ثلاثه ها ثلاثه فرتبرا ويخلص عند كام؟ سته سته كوستو كوندرا جامب طيب الهوريزونتال فيشر الهوريزونتال بقى معايا طبعا هيقول لك انت عند لازم يخلص عند سته هيقول لك 100 كلافيكولا لا مش مهم ما انت قلت سته كوستو كوندرا جامب عشان تحددها مش مهم 100 كلافيكولا لو قدها ماشي ما قدهاش مش مشكله بيبتدي عند ثلاثه يخلص عند سته كوستو كونترا جنكشن يعني جنكشن ما بين الريب والكوستال ايه؟ كارب تمام؟ اما الهوريزونتال فيشر الهوريزونتال فيشر ده موجود في الرايت لونج بس
بيبتدي فين؟ هو كاتب بقى بيبتدي فين؟ بيبتدي عند الانتيرو بوردر عند رقم 4 كوستال كارد. رقم 4 ها كوستال كارد تمام؟ طب بيخلص فين الهوريزونتال فيشر؟ قال لي بيخلص لما يقابل الاوبليك. ها بيخلص لما يقابلوا بعض فين؟ بيقابلوا بعض فين؟ عند خط كده اسمه ايه؟ ميد اكزيلاري لاين. مهمه الحته بتاعت الفيشر دي تاني. ها الاوبليك فيشر بيبتدي عند كام؟ 3 بوستيرو بورد. ها ورا خالص بيبتدي ورا. ها 3 ثلاثي فيرتبرا ويمشي مع دوران الشيست وول. يخلص فين؟ يخلص عند 6 كوستو كوندرا جانكشن. تمام؟ ماشي مع دوران الشيست وول. امال الهوريزونتال فيشر بتبتدي عند كام؟ انتيرو بورد 4 ويقابل الاوبليك بيقابلوا بعض فين؟ الهوريزونتال يقابلوا بعض فين؟ عند الميد اكسلري لاين. يقابلوا بعض عند فين؟ ميد اكسلري ايه لاين. تمام؟ ادي الحته بتاعت الفيشر دي مهمه جدا. خش بعد كده برونكو بالمونري سيجمنتيشن. لا مش كفايه خالص، خليك معايا لو سمحت. مش هنعمل 6 ناخدها. برونكو بالمونري ها سيجمنتيشن. ايوه يا جماعه احنا متاخرين. خليك معايا بس هقول لك والله حاجه هتفهمها، حاجه جميله جدا. برونكو بالمونري سيجمنتيشن انت عندك حاجه اسمها البرونكاي متقسمه ازاي؟ حاجه اسمها كده البرونكيال تري. بص كده معايا، خليك معايا كده لو سمحت. معايا. افهم معايا. انا عندي التراكيه بتتقسم الى رايت برونكس وليفت برونكس. خليك معايا لو سمحت. رايت وليفت، رايت لانج وليفت لانج، دي اسمها برونكس. البرونكس دي بتنقسم الى حاجه اسمها برونكيول. برونكيول هي الشعيبات الهوائيه. برونكس بتتقسم لبرونكيول. هنا في الرايت بتدي ايه؟ قال بتدي هنا معايا برونكيول ابر للابر لوب، وبتدي برونكيول هنا ميدل للميدل لوب، وبتدي برونكيول لور للور لوب. ثلاثة، ما انا عندي ثلاثة لوب معايا اهو. اللي فوق ده بسميه هيب ارتيريا اللي انا بقول عليه هيب ارتيريا، واللي تحت دول بسميهم هيب ارتيريا. لا الرايت بتتقسم قبل، الرايت بتتقسم قبل خش الرايت لانج. اللي فوق ده بيبقى صغير هيب، واللي تحت الاثنين دول بقول عليهم ايه؟ هيب ارتيريا. ماشي؟ ويبتدي يخش جوه اللانج يبتدوا يتفرعوا معايا. ده بتاع الابر لوب وده بتاع الميدل واللور لوب. ها الليفت لانج بتتقسم جوه اللانج بقى الى اثنين. ها اثنين ها برونكيول ابر ولور بس، بس هو الليفت لانج. ها انما الرايت بتتقسم الى ايب ارتيريا وهيب ارتيريا. تمام؟ طيب ده اهو تفتكر بقى الابر ده رايح الابر ها معايا لوب، قال لي بيتقسم الى كام ها برونكيول صغيره او ساعات يسموها سيجمنتال برونكيول؟ ثلاثه. فلا هيروحوا فين؟ هنعرف، هنرسم اللاين ده بيتقسم لثلاثه، واللي في النص ده الميدل يتقسم لكام؟ لاثنين. مش مهم اسمهم ايه؟ معايا الرسمه دي مش مهمه خالص. الرسمه الثانيه هي المهمه، الرسمه مش مهمه عشان افهم عليها بس السجن. طب واللور ده بيتقسم لكام؟ قال لي بيتقسم لواحد فوق هنا اهو وتحت هنا اربعه، يعني في الاخر من الاخر اللور ده بيتقسم لخمسه. ها؟ واحد اثنين، كل اسمهم دول اسمهم برونكيول صغيرين سيجمنتال. واحد اثنين ثلاثة فوق، هنا اثنين خمسة، وهنا تحت خمسة يبقى 10 ثلاثة. طيب ناحية دول أرض واحد، في واحد أهو، في واحد هنا، والأربعة تحت. ماشي؟ ها ناحية الشمال يا جماعة، ناحية الشمال، اتقسم لأبر ولور بس جوه اللمب، الأبر ده بيتقسم لكام؟ إلى خمسة. ثلاثة ها واثنين تحت. ثلاثة واثنين تحت، واللور ده بيتقسم أربعة أو خمسة، ممكن يبقوا أربعة أو ممكن يبقوا خمسة. ميبي في واحد ميبي ابسن معايا. المهم دول ليهم اسماء مش مهم، ما تشغلش بالك بيهم. كل واحده من دول ليها اسم. المهم رايحين فين؟ رايحين يشغلوا اللام. كل واحده من دول رايحه تشغل حته في اللام. بسمي الحته اللي بتشغلها الواحده دي اسمها سيجمنت، قطعه. معايا الرايت لام انا عندي فيها كام سيجمنت؟ تتوقع ان عندي فيها كام سيجمنت؟ 10 10. والليفت لام تتوقع ان فيها كام سيجمنت؟ 8 او ايه؟ لا ممكن يبقى على فكره ممكن يبقى 8 فعلا. هقول لك ازاي؟ 9 او 10. تقول ايه 9 وايه او 10 دي و8 هقول لك دول ازاي. ماشي؟ المهم هنا 10. طيب الرايت لانج الابر لوب بتاعها فيه كام سيجمنت؟ ابو 3. ها الميدل لوب بتاعها فيه كام سيجمنت؟ 2. اللور بتاعها فيه كام سيجمنت؟ 5. ها الليفت لانج الابر لوب بتاعها فيه كام سيجمنت؟ 5. اللور بتاعها فيه ايه؟ 4. ها على اساس الرسمه دي. طب تعالى نرسم الكلام ده بقى. دي الرسمه دي مش مهمه خالص، رسمه الايه؟ هي تفريعه البرونكاي بيسموها البرونكيال تري.
تفريعه البرونكاي. دي رسمه عشان افهم منها، مش مهم مش يعني ايه، عشان افهم الكلام اللي جاي. تيجي نرسم بقى ايه الرايت لانج، اهي هرسم الرايت لانج ده، الرايت لانج اهي ده الرايت من بره من ناحيه الكوستال، ادي فيشر وادي فيشر اهي يا اولاد، دي الرايت خلاص. الرايت لانج بقى فيها كام سيجمنت؟ قال لي فيها جوه الرايت لانج فيها 10 سيجمنت. الاوفر لوب ده فيه كام سيجمنت؟ قال لي فيه 3. 3 دول ايه؟ واحده فوق اسمها ايبيكال، واحدة قدام هنا اسمها انتيريور، واحدة ورا هنا اسمها بوستيريور. معايا كده؟ أنا باصص كده كوستر، ما تقوليش بقى باصص إزاي ومش عارف إيه والعمالات بقى بتاعتنا دي. كده قدام وكده ورا. ماشي؟ طيب هنا أهو الميدل لوب، قال الميدل لوب ده متقسم لاتنين سيجمنت، على أساس إيه جاي له اتنين؟ أهو ها؟ متقسم لاتنين سيجمنت، واحدة ميديال ها؟ ولاترال. طب اللور ده متقسم لكام سيجمنت؟ قال لي متقسم لخمسه، ها؟ ايبيكال هنا في ايبيكال هنا، وتحت هنا في خمسه في اربعه، انتيريور ها؟ ولاترال وبوستيريور، في واحده ميديا الناحيه الثانيه مش هرسمها. خلي بالك انا باصص لاترال، كوستر ده يعني لاترال. كوستر يعني ايه؟ لاترال، في ناحيه ميديا مش شايفها. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني ده كده لاترال، اسمه كوستر، انت باصص كده ازاي من ناحيه بره كوستر. في ناحيه ميديا، فانا راسم هنا اربعه وفي واحده كمان الناحيه الثانيه ميديا. كام سيجمنت هنا؟ قال لي ها ايبيكال انتيرو بوستيرو، اعرف اسماء السيجمنت، جدول كتاب ايبيكال انتيرو بوستيرو الاوفر. معايا؟ ايوه معايا. في الميدل في اربع ملايين اللي هم هيروحوا الشوت دي، معلش عرفني ده، معلش عرفني ده. ها الميدل لوب يا جماعه في ايه؟ ها الميدل لوب ها في ميديال ها ولاترال، اللور لوب في ايه؟ ها ايبيكال وانتير، بيسموا اللي تحت دي بيسموها يا جماعه اللي تحت ده ايه؟ ده هو اسمه انتير، بيسموه انتيرو بيزل، بيزل ناحيه البيز يعني، ولاترال بيزل وبوستيريور بيزل ها، وميديال الناحيه الثانيه ميديال ايه؟ بيزل. كل واحده من دول، كل برونكاس من دول بتشغل حته في اللنج دي. طب في الليفت لنج، في الليفت لنج ها في الليفت ايه لونج، في كام سيجمنت؟ تعالى نرسم الليفت اهي، تعالى نرسم الليفت يا اولاد اهي، ادي اهي ادي الليفت اهي، ادي الليفت اهي، قال لي ادي الفيشر بتاعها، ركز معايا لو سمحت. الليفت فيها كام ها سيجمنت؟ بص معايا، ادي الليفت ها، بص كده ها، ليها فوق هنا ايبيكال وبوستيريور ها، وتحت هنا ها في انتيريور وسوبيريور لينجوال وانفيريور لينجوال، كل ده موجود ها ايبيكال وبوستيريور ها، هنا مكانهم هنا كده، وتحتهم هنا انتيريور وهنا سوبيريور لينجوال وهنا انفيريور، دول ايه الخمسه دول شغلوا لي ايه ها الخمس حتت دول في اللنج. طيب تحت هنا، تحت هنا الاقي ايه؟ تحت هنا الاقي ايبيكال والاقي ها بوستير هنا انتيريور قدام، والاقي بوستيريور ها ولاترال. الميديال ممكن تكون ابسنت، الميديال ها بالذات الميديال هيقول لك ايه؟ الميديال مع الانتيريور ارايز باي كومن ستيم، هيكتبها لي كده في الجدول حته صغيره، ارايز باي كوم يعني ممكن الميديال سمول او ابسنت، الميديال ها بالذات دي ممكن تبقى ابسنت، الميديال ها في الايه في الليفت لان واخد مكانها الهارت. معايا؟ ثمانيه بقى لا دول هم كده تسعه، لو الميديال ابس بقوا تسعه، خلي بالك ساعات الايه الايه الايبيكال والبوستيريور يبقوا حاجه واحده، ساعات الايه بص اللي فوق دول ساعات يبقوا واحده، يبقوا ثمانيه. برضه هيكتبهم لي كده، هيكتبهم لي في الجدول عندك في كتاب الايبيكال والبوستيريور في الايه في الليفت، الرايز باي كوم يعني دول حاجه واحده، واللي تحت هنا ها الانتير والميديال حاجه واحده، بس ساعات الميديال تبقى ابسن وهنا الايبيكال والبوستيريور في سيجمنت واحد وثمانيه. معايا؟ مفيش مشكله دي، هما ساعات يقلوا واحده او يقلوا اثنين، المهم العدد بيتراوح من 8 ل 10. اسمها ايه؟ برونكو بالمونري ايه؟ سيجمنت. عدد ايوه برافو عليك، هو العدد ده هو اللي بيتحكم فيه. ما دي اللي بيتشغل. اسمها ايه الحكايه دي؟ اسمها برونكو ها برونكو ها برونكاي بالمونري سيجمنتيشن، يعني البرونكاي بتشغل اللنج، بالمونري برونكو بالمونري ايه سيجمنتيشن.
كل برونكس ها داخله هنا جايبه هواء اريشن، هيقول لك جايبه ايه اريشن؟ هواء عشان تعمل اكسجينيشن. طيب تعالى لو دخلنا جوه سيجمنت من دول، قال لي السيجمنت دي شكلها ايه؟ عايز افهم بقى حاجه، الحاجه دي للفهم للقرايه كده، اقولها بسرعه كده للقرايه. اقول له ايه؟ اقول له لو انا خدت سيجمنت من دول، السيجمنت شكلها عامل كده، السيجمنت دي كده شكلها ايه؟ ادي سيجمنت. شكلها بيراميدال او تراينجل. ها شكلها بيراميدال او تراينجل، ادي سيجمنت من ايه؟ من واحده، من واحده من 10 او واحده من 9 على حسب. ادي سيجمنت. قال لي شكلها تراينجل، ادي الايبكس بتاعها ها وادي البيز بتاعها. الايبكس بتاعها ها ده في ايه؟ قال لي الايبكس بتاعها اهو في عندي برونكس اسمها سيجمنتال برونكس. في برونكس هنا. برونكس دي دخلت جوه هنا اهي، دخلت جوه السيجمنت اهي، دخلت ها برونكس صغيره. برونكس دي تتقسم الى برونكيول صغيره وفي الاخر تعمل لي حاجه اسمها الفولاي. ها دي برونكس اهي دخلت جوه عمليه دول يا جماعه، ايه دول اسمهم ايه؟ الفولاي. الالفولاي دي قال لي كل سيجمنت بيمشي فيها ارتري، كل سيجمنت بيمشي فيها ارتري برانش من البلمونري ارتري. ده ارتري اهو، ارتري ارتري ماشي كده اهو مع البرونكس. الارتري ده يا جماعه بيروح فين؟ بيروح للالفولاي دي اهي، بيروح للالفولاي دي. بيخلص الارتري ده عند الولوكس الفولاي بكابيلاري. بيخلص بحاجه اسمها ايه؟ كابيلاري. كابيلاري دي بيحصل فيها ايه؟ جاز اكستشينج. بيحصل في الكابيلاري حاجه اسمها يا جماعه يعني ايه جاز اكستشينج؟ ها معايا؟ يعني الدم اللي ماشي هنا في الارتري نون اوكسجينيتد يحصل له اوكسجينيشن ويطلع من الكابيلا. احنا قلنا هنا كابيلاري، يطلع منها ايه يا جماعه؟ يطلع منها ايه؟ يطلع منها فين؟ الفين ده هيبقى في الاخر بالمونري فين. يعني هنا في الحته دي الالفولاي ها الارتري دخل، الارتري دخل شايل نون اوكسجينيشن ها عشان يروح للالفولاي يحصل اوكسجينيشن ويطلع الدم بقى الاوكسجينيتد يطلع عن طريق ايه؟ فين. معايا؟ فهيقول لي ايه الكلام ده ليه؟ اريشن. اريشن يعني ايه؟ يعني يحصل اوكسجينيشن للبلاد. معايا كده؟ انا بحاول افهمك الكلام. معايا؟ كل سيجمنت كده، كل سيجمنت بتشتغل وحده تنفسيه. وحده ها تنفسيه. يعني انا عندي دلوقتي الرايت لانج فيها ايه؟ 10 وحدات تنفس، 10 ريسبيراتوري يونت. ها اخر سطر كده يقول لك دي ريسبيراتوري يونت، ما بينها كونكتيف تيشو. الرايت لانج فيها 10 ريسبيراتوري، الليفت لانج فيها 9 مثلا. وحده تنفسيه، واحنا عديناهم في الجدول بتاعها، الجدول بتاع كتاب الكليه. ها في الرايت لانج في ايه؟ وفي الليفت لانج في ايه؟ وايه الفرق ما بين كتب لي تحت الجدول كده، ايه الفرق ما بين الرايت والليفت يا اولاد؟ الرايت قال الرايت فيه السيجمنت هي هي تقريبا ما عدا ايه؟ في الرايت فيه الميدل لوب، في كام سيجمنت في الميدل لوب؟ اثنين. في الليفت دي كام سيجمنت هنا؟ قال لي قصاد الاثنين دول الميديال واللاترال دول قصادهم ايه في الليفت يا اولاد؟ قصادهم ايه؟ قصادهم ايه؟ سوبيرو لينجوال ها وانفيرو لينجوال. ميديال ولاترال قصادهم في الليفت مين يا اولاد؟ ها سوبيرو لينجوال وانفيرو لينجوال. سوبيرو لينجوال ها معايا سيجمنت وانفيرو لينجوال ايه؟ سيجمنت. تمام؟ ميديال ولاترال قصادهم دول. عندي في الرايت كام وحده؟ ها 10 في الليفت 9. طب الكلام ده يفيدني بايه في الطب بقى؟ كلينيكال انا قال لي في الصفحه اللي قصادها كده اول الصفحه قال لك ايه؟ قال لك لو واحد جاله تيومر او ابسس خراط في اللنج ها انا بعالجه ازاي؟ بعالجه ان انا بعمل ريسكشن لسيجمنت، بعمل حاجه اسمها سيجمنتكتومي او بارشال ريسكشن. الكلينيكال انا ده بتاعها مهم. يعني ايه يا اولاد؟ ها بص معايا يعني ايه؟ يعني انا لو واحد جاله مثلا خراط في الحته دي او كانسر او تيومر، تيومر يعني ورم في الحته اللي فوق دي في الايديكال. انا دلوقتي لو انا مش عارف حكايه السجن دي، واحد جاله خراط او ابس السير مش عارف ان في سجن، كنت هعمل ايه؟ اجاله او في الليفت ده الليفت لو جاله خراط إيه؟ لو انا مش عارف حكايه السجن اقول ايه؟ ها عالجه ايه؟ اشيل الليفت لوب، اشيل الابر لوب، اشيل ده هو كله، اشيله وارميه. انما انا كدكتور درست ان ايه؟ ده جوه هنا في خمسه سيجمنت. طب خمسه سي زي بعضهم، قال لي اعمل ايه؟ شيل الايديكال بس، شيل الحته دي وسيب الباقي. انت شلت واحده في الليفت اهو، شلت واحده الايديكال او شلت الايديكال وبتشيله مثلا يا عم. سبت الباقي شغالين. سبت ايه؟ انتيرو وسوبيرو لينجوال وانفيرو لينجوال شغالين. معايا؟ ما هو كل واحده من دول لها ايه؟ ها لها البرونكس بتاعتها ولها الارتري بتاعها ولها الفين بتاعها، يبقى ما لهاش دعوه بالجنبها.
ملهاش دعوه ايه بمش معتمده على اللي جنبها في حاجه. ها نقول عليها ايه؟ سيبريت ريسبيراتوري يونت. فهمت انا انا بحتاج الكلام ده في الطب في ايه؟ لما بيجي الواحد تيومر او ها او ابسس خراج ها معايا في حته في اللنج، انا بشيل ها بشيل سيجمنت، ما بشيلش اللوب بالكامل، بشيل ايه؟ سيجمنت. لو انا مش فاهم حكايه السيجمنت دي كنت هشيل ايه؟ اللوب كله. شيل يا عم الابر لوب ارمي خلاص، ده جاله كانسر في الابر، يا شيل يا عم ارمي ده اهو خد ده ارميه. ها لا انا هشيل سيجمنت بس اقطع حته معايا، اشيل ايه؟ سيجمنت بس. ففهمت الكلام ده مهم، الكلينيكال ادو بتاعها مهم. تمام؟ ايه الفرق بقى ما بين الرايت والليفت لانج؟ كلام بقى قلناه كله، جدول كده. الجدول ده على فكره ما يجيش في المحل، الجدول ده ما يجيش. جدول ما يجيش، ها؟ معايا؟ لا بس انا هقول لك ايه الفرق ما بين الرايت والليفت لانج؟ هقول لك انا، ها؟ واحد، ها؟ الرايت لانج بتبقى اكبر، ها؟ وايدر وشورتر، ها؟ لو قلت لي شورتر ليه؟ شورتر الرايت لانج اقصر ليه؟ عشان الليفر. انما الليفت لانج ها لونجر. الليفت لانج يا جماعه اطول وايه ونارور عشان الهار، ماشي. طب الرايت لانج فيها كام لوب؟ الرايت لانج فيها كام لوب؟ كلام على فكره مراجعه اللي فات. الرايت لانج فيها كام لوب؟ ثلاثه. الليفت فيها اثنين. الرايت لانج فيها كام فيشر؟ الرايت لانج فيها كام فيشر يا اولاد؟ الرايت لانج فيها اثنين. الليفت لانج واحد فيشر. طب ايه كمان؟ الانتيرو بوردر بتاع الليفت ورايت، ايه الفرق ما بين الانتيرو بوردر بتاع الليفت والرايت؟ الانتيرو بوردر بتاع الليفت لانج فيه ايه؟ قلت لي فيه ايه؟ قول لي. الانتيرو بوردر بتاع الليفت لانج فيه حاجه اسمها كاردياك نوتش. بتاع الرايت لانج مفيش حاجه اسمها كاردياك نوتش ولا لينجوال. طب البيز، مين البيز بتاع اللانج اكبر، الرايت ولا ليفت؟ البيز بتاع الرايت ولا ليفت اكبر؟ البيز بتاع الرايت. فاهم ليه البيز بتاع الرايت اكبر؟ عشان ايه؟ عشان الدايفرام. تمام. طب البرونكس في الرايت والليفت؟ برونكس في الرايت هيب ارتيريال وهيب ارتيريال، في الليفت واحده بس. طب البرونكيال ارتري في الرايت واحد، في الليفت اثنين. طب هنا في ميديا سانا امبريشن يختلف في اليمين عن الشمال. معايا؟ وصلت الجدول ده على فكره قرايه، قرايه سريعه كده مراجعه اللي فات ده، مراجعه معايا كلام مراجعه سريعه يا رابا. ما تسيبوش برضه، بقول لك ما تسيبوش، بس راجع راجع على اللي فات دي. معايا جدول مراجعه على لانج. تمام. خش بعد كده الارتري، فاضل لنا ايه؟ 10 دقايق. لا 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 والله اخدتهم الصبح. والله والله ما حد اخد خمس دقايق، خمس دقايق. طب بص اقول لك حاجه، خمس دقايق لو جت 10 صدق يا جماعه الساعه 8 الساعه 12 الساعه 8 الساعه 12 نعم عمل اه عشان هروح عملي شويه برضه. يعني هتشرح نظرة برضه؟ عشان نظرة وعملي اه. عشان الاثنين؟ اه هو ثلاث ساعات، يبقى معايا ثلاث ساعات. عملي كده نص ساعة ونظري ساعتين ونص. دي ريسك بقى. مش ريسك. خلاص؟ بص يا ولاد خلاص خليك معايا. نايس ايه بقى؟ هقول لك والله حاجة في ثلاث دقايق، ثلاث دقايق. الارترات اللي داخله اللنج، الارترات يا اولاد اللي داخله اللنج، الارترات اللي داخله اللنج في بالمونري ارت. بالمونري ارت ده داخل اللنج. طبعا في حاجه اسمها بالمونري ترانك. بالمونري ترانك اللي طالع من الارت ده خلي بالك اسمه بالمونري ترانك، بيتقسم الى رايت وليفت. والبالمونري ترانك ده شايل دم نوع ايه؟ نون اوكسجينيتد. عشان يروح اللنج يحصل له ايه؟ اريشن. يعني ايه اريشن؟ بيكام اوكسجينيتد. تمام. البلمونري ايه؟ ارتري. لا بيتقسم يا اولاد الى ايه؟ رايت وليفت. رايت بلمونري ارتري ها، وليفت ايه؟ بلمونري ارتري. تمام. البلمونري ارتري كل واحد بيتقسم لبرانشات. لو انا قلت لك البلمونري ارتري بيتقسم جوه الرايت لانج الى كام برانش؟ قول لي كام؟ 10. ليه 10؟ جبت الرقم ده منين؟ 10 سيجمنت. وفي الليفت لانج بتقسم ل 10 9 سيجمنت. بيتقسم في اللانج يا جماعه الى ها سيجمنتال برانش. كل واحد كل برانش رايح لسيجمنت ثاني، كل برانش رايح لايه؟ لسيجمنت. رايح للسيجمنت يعمل ايه؟ قال رايح للالفولاي. عشان يعمل ايه في الالفولاي؟ يعمل كابيلاريز. والكابيلاريز دي بيحصل عندها ايه؟ فاهم حاجه من الكلام ده؟ ها اهو كل سيجمنت فيها برانش من البلمونري ايه؟ ارت. تمام. بس الارت ده هل بيغذي اللنج؟ سؤال ليك، هل البلمونري ارت بيغذي اللنج؟ ابدا. امال مين اللي بيغذي اللنج؟ بروكيال ارتري.
برونكيال ارتري اللي هو ها عدده كام في اليمين وعدده كام في الشمال؟ في اليمين واحد وفي الشمال اثنين. طب جايين منين؟ تعالى نقول بقى، هقول لك حاجه ظريفه قوي. ادي الديسندنج ثوراسيك اورت، عارفه انت، بيطلع اول واحد انتركوستال بيطلعه رقم كام؟ حد معايا؟ اول واحد انتركوستال بيطلعه رقم ثلاثه، ثلاثه بوستيرو انتركوستال. معايا؟ قال لي هنا ده الرايت لانج وده الليفت لانج. قال لي الليفت لانج بيجي لها اثنين برونكيال ارت، الاثنين جايين من الاورطه. ما هو جنبها. الاثنين ليفت برونكيال ارت جايين من الديسندنج ثوراسيك اورت. طب الرايت برونكيال ارتري جاي منين؟ تبقى جامد قوي لو قلت الحته دي بقى، لو قلتها صح في الامتحان تبقى واد جامد قوي. ها معايا الرايت برونكيال ارتري جاي منين؟ اقول له جاي يا اما من السيرد بوستيرو انتركوستال، يا اما من رقم ثلاثه رايت بوستيرو، يا اما ها من السوبيريور ليفت برونكيال. جاي منين؟ ها في فاريشن. يعني ايه؟ تاني انا عندي في واحد برونكيال ارتري في اليمين، ها وفي اتنين برونكيال ارت، اتنين برونكيال ارت في الشمال اهو، دول جايين منين؟ من ديسندنج ثوراسيك اور. طب في برونكيال ارت واحد في اليمين جاي منين؟ ها هنا في فريش، في اختلافات ما بين الناس، ها اهو ده كده اللي فوق او ده، ده او ده، يا اما جاي من ده اهو، ده اسمه ايه ده؟ ها ده اسمه ايه؟ سوبيريور ليفت، ليفت برونكيال اتنين واحد في واحد تحت، سوبيريور ليفت ايه؟ برونكيال، او جاي من ده اهو، ده اسمه ايه؟ رقم كام؟ سير رايت سير سير خدها انت بقى تاني، انت دي جامده قوي لو قلتها تيجي قبل في الامتحان. بيجي منين؟ ها الليفت برونكيال ارت جاي منين يا اولاد؟ الليفت برونكيال ارت جاي منين؟ ديسندنج ثوراسيك اورتا. معايا الاثنين برونكيال ارت في الشمال، طب الرايت برونكيال ارت جاي من ايه؟ يا اما من ها يا اما من السيرد بوستيرو انتركوستال، يا اما من السوبيريور ليفت برونكيال. تمام؟ طيب ها ادي الارض. فاريشن في بعض الناس وبعض الناس، ناس كده وناس كده. لا وناس كده وناس كده، تمام؟ طيب نيجي يا اولاد بعد كده ها الفين، الفين ها البالمونري فين؟ بيبتدي فين؟ واحد قال البالمونري فين، قول لي كده بدايته وقول لي نهايته. ها لو جدع تقول البالمونري فين بدايته ايه ونهايته ايه؟ بدايته عند الكابيلاري في الالبولار. طب نهايه البالمونري فين هم الاربعه بيخلصوا فين؟ الليفت ايه؟ بيبتدوا من الالبولار ها يخلصوا فين؟ في الليفت. وهيقول لي حاجه مش مهمه قوي، في حاجه كده سطر مش مهم ما تاخدش بالك منه، او يقول لك ايه حاول يقول لك بس ايه يعني مش حاجه مهمه، يقول لك الفين هو ماشي في السيجمنت، الفين بيمشي في السبته اللي ما بين السيجمنت، يعني دي سبته المفروض سيجمنت ثانيه هنا وسيجمنت ثانيه هنا، في ما بين السيجمنت وبعضها في سبته ودي بتمتشي معايا. قال لي الفين هو ماشي بيمشي في السبته معايا، ما بيمشيش في قلب السيجمنت، بيمشي في السبته اللي ما بين السيجمنت، بيسموه انتر سيجمنتال فين، بيمشي في السبته اللي ما بين ايه السي، مش مشكله قوي الحته دي لو ما عرفتهاش. بص لا 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 على حسب حسب السيجنس، في سوبيرو انفيرو بالمونري بين، على حسب على حسب السيجن حسب اللوب، يعني الاوفر لوب سوبيرو بالمونري بين، الميدل لوور لوب بالرايت انفيرو بالمونري بين، يعني السيجن ده اهي ده اهي بتعمل سوبيرو بالمونري بين، السيجن دي بتعمل ها انفيرو بالمونري بين على حسب السيجن كله. ماشي يا اولاد؟ المهم البالمونري بين بيبتدي منين؟ انا يهمني البالمون بيبتدي منين؟ ها يمين الدايت والهي كابلة بس ما تذاكرش غير بدايته والكابلة اللي موجودة في الوود بتاع الفلاي، نهايته فين يا أولاد؟ نهايته في الليفت إيه معروفة نهاية البالون فين الليفت إيه. طيب آخر حاجة بقى البرونكيال فين، البرونكيال فين عددهم كام في اليمين وكام في الشمال؟ سمعني كده ها كام في اليمين وكام في الشمال برونكيال فين؟ برونكيال فين في اليمين اتنين وفي الشمال اتنين. ها طب جايين منين؟ تعالى نقول آخر حاجة، أنا عندي رايت براكوسيفالي كبير وليفت براكوسيفالي كبير بيعملوا لي سوبيرو فينا كاب، ده رايت براكوسيفالي وليفت بيعملوا ايه؟ سوبيرو فينا كاب، وهنا في ايه؟ الازايجوس ها، وهنا في الشمال في حاجه اسمها سوبيريو هيمي ازايجوس، وفاكر اثنين وثلاثه بيتحدوا مع بعض يعملوا ايه؟ حد فاكر في الشمال؟ اثنين وثلاثه بيتحدوا مع بعض ليفت
سوبيريور انتر كوستال ديب يصب في الليفت براكيوم في غالب. قال لي بسيط قوي، انا عندي اثنين فين في اليمين، الاثنين برونكيال فين في اليمين بيصبوا في الاسايوس. طب الاثنين برونكيال فين في الشمال بيصبوا يا اما في السوبيريور هيمي ازايكوس يا اما في الليفت سوبيرو انتر كوستال ديب. عارف يا اما دي ليه؟ يا اما دي ليه؟ لان في اليمين الازايكوس مين موجود عند الرايت لونج؟ مين اللي موجود عند الرايت لونج؟ الازايكوس مين؟ ما فيهاش اختلاف. طب مين موجود عند الليفت لونج؟ الهيمي ازايكوس. اي كلام، هفا الهيمي ازايكوس وسوبيرو انتر كوستال ديب. يعني في فاريشن في الشمال انما اليمين ازايكوس موجود اليمين. طب خلي بالك العكس في الارض، العكس مين الارض اللي موجود في الشمال؟ ديسندنج ثوراسيك اورتا. عشان كده الاثنين برونك الارض في الشمال جايين منين؟ من ديسندنج ثوراسيك اورتا. طب مين الارض اللي موجود يمين؟ ها لو انت مركز يمين ديسندنج اورتا شمال. خلي بالك مين بقى؟ يعني جاي يا اما من السيرد بوستيريور انتر كوستال يا اما من السوبيرو ليفت برونك. خلي بالك الاورتا شمال، ديسندنج ثوراسيك اورتا ايه؟ شمال، انما الازايكوس ايه؟ يمين. عشان كده البين في اليمين هيقول لك بيصبوا في الازايكوس، في الشمال باريش. الارتري في الشمال طالعين من الاور، في اليمين باريش. معايا؟ خلصنا. ما ننزلش من السبت بقى، هنكمل من السبت. هو ده اللي هيصير.